اهلا بيكم. النهارده حوار مثير ومهم للغايه عن الاساليب العلاجيه للحول، بس في دراسه مهمه جدا جدا. الدراسه دي قالت في الاخر انه الحول له تاثيرات نفسيه وبتؤدي الى الاطفال يفضلوا العزله عن السخريه اللي ممكن تجيلهم لما يقترنوا او يعني يكونوا مع زملائهم فيسخروا منهم بسبب الحول. الدراسة قالت إن 85% من مرضى الحول البالغين قالوا وصرحوا بأن كان عندهم مشاكل من ناحية التنمر ومن ناحية السخرية في حالة العمل مع المدرسة، في العمل، في الرياضة، كل ده. كان 70% منهم قالوا إن ده له تأثير على سلبي على صورتهم الذاتية. فطفل اللي عنده حول لازم يتاخد الأمر بتاعه بمنتهى الأهمية، الحالة النفسية بتاعته مع العلاج، ولازم طبيب أطفال العيون. وخلي بالكم أنه ده تخصص جراحة وأطب العيون الخاص بالأطفال، ده تخصص. من ضمن مميزاته ومن ضمن صفاته المهمة جدا خصوصا لما يكون في عالم الحول أن الدكتور لازم يكون عنده إلمام بالناحية النفسية للطفل، ويكون يعرف يتعامل إزاي مع طفل نفسيته ممكن تكون فيها اضطراب شديد جدا، لانه ده يختلف تماما عن الكبار اللي بيعاني مثلا من ميه بيضاء او بيعاني من ضعف ابصار، يعني ميوبيا او هايبر متروبيا، يعني قصر او طول نظر. مش لازم جراح العيون يبقى عنده، يعني هو كل الجراحين لازم يكونوا دارسين علم نفس، بس مش شرط، لكن ده لازم يكون دارس، لان الموضوع هنا له بعد نفسي مهم جدا، قد يحفر جرح صعب جدا انه يندمل في نفسه حتى بعد علاجه. ممكن جدا يظل عنده ذكريات سيئه خاصه ب ما يسمى بالتنمر أو بالتندر عليه منذ أن كان طفلا. القصة النهاردة نفهمها بالتفصيل في عالم الحول مع ضيفتي العزيزة الأستاذ دكتورة نيرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون ومدرس طب وجراحات العيون، صاحبة دكتوراه طب وجراحات العيون وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسكو، وزميل المجلس العالمي لطب وجراحات العيون كامبريدج، وعضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحات الأطفال والحول، والجمعية الأوروبية لطب الأطفال. نورتينا دكتورة نيرمين. شكرا جزيلا. قبل ما أدخل على علاج الحول، هل ينبغي انه جراح الاطفال او طب جراحه طب العيون الاطفال يكون عنده المام من ناحيه نفسيه؟ هو حتى بغض النظر عن كون الطفل عنده حول ولا لا، هي فكره التعامل مع طفل. لما بيدخل طفل العياده، هو وللاسف دي عندنا في الثقافه بتاعتنا انه الدكتور هتسمع الكلام ولا هيدخل يديك حقنه، واحنا عندنا بقى هنخلي الدكتور يديك يحط لك قطره تحرق لك عينيك. فالفكرة انه الدكتور لازم يعرف ازاي يطمن الطفل ده في الاول، ما يبقاش التعامل على طول ان هو يدخل يكشف وخلاص، وبغض النظر الطفل متضايق بيعيط زعلان. لازم يبقى في فترة لتكوين ألفة ما بينه وما بين الطفل. لازم يحسسه بالثقة، لان هو بالنسبة لأي طفل ده في حد فجأة كده عمال بيبص يمين بص شمال، بيلعب في وشه بيلعب في عينيه، فطبيعي ان هو لازم يتعامل معي. كمان لازم يبقى يعني لما طبيب عيون الأطفال يتعامل مع طفل عنده حول، ما يبقاش محسسه إن هو في مأساة. لازم يتعامل معاه بإن هو طفل عادي، وإن مشكلته دي ليها حل، وإن هي مش مشكلة أساسية. وفي المرحلة دي إحنا عايزين نشجع برضو إن في المدارس أو عامة الناس لما يربوا أولادهم فكرة التنمر على المختلف، بغض النظر عن لو كان عنده حول او عنده اي مشكله تانية، يا ريت فعلا نتعلم ان احنا نعلم ولادنا ان هم يتقبلوا الاخر بطريقه اكثر صحيه من ده. هو لازم الطفل المتنمر ده يعاقب جدا، مفروض جدا، لان ده على فكره الطفل المتنمر ده يعني مشروع مجرم او نصاب، مشروع انسان حقير. يعني الطفل المتنمر كده يعني ده أسوأ أنواع البشر. هو عشان في مرحلة الطفولة يستحسن نعلمه إن اللي بيعمله ده غلط بالظبط، ونعرفه إن لا، لازم نحوله بقى من لازم المجتمع كله يرفض الاتيتيود ده أو البيهيفير. وعلى فكرة الطفل بيقاوم في المرحلة دي كويس جدا، يعني لما بيقاوم بيعرف إن اللي بيعمله غلط بيتحول إلى إنسان كويس جدا، ساب بياخد على كده وبيبقى الاتيتيود بتاعه ده بالظبط. عايز أبدأ بقى الحول جراحة في المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني قد يكون الخيار الجراحي موجود؟ هو طبيعي الخيار الجراحي دايما موجود في حالات الحول. هي ودي المشكلة، ان لما انا جيت ابتدي اشتغل في مجال طب عيون الاطفال
للأسف أنا فوجئت، أنا كنت فاكرة أن أنا هتبقى مشكلتي إزاي أقنع الناس بالجراحة. اكتشفت أن بالذات في موضوع الحول، وعلشان اللي حضرتك بتقوله، وعشان نفسية الطفل ونفسية أهله، لأن هم كمان بيبقوا متضايقين من الشكل قوي، أن الأهل هم اللي بيجوا يقولوا يلا نعمل عملية. ففي مثال كده بنيجي بنقوله للناس علشان خاطر يفهموا القصة، أن لو أنا دكتور قاعد في عيادة وداخل عليا مريض بيعرج، أو اتنين مرضى بيعرجوا، واحد عنده التهاب في الأعصاب وواحد عنده كسر في رجله، لا ينفع اللي عنده التهاب في الأعصاب أجبس له رجله، ولا ينفع اللي عنده كسر أديله مضادات للالتهاب. دي حاجة ودي حاجة، بس الاتنين بيعرجوا والاتنين نفس المنظر، والاتنين داخلين عليا بنفس الشكل. نفس الحكاية في الحول، مش كل الحول نوع واحد، ومش كل أمراض الحول نوع واحد، وبالتالي في حول علاجه بيبقى علاج غير جراحي تماما، وفي حول علاجه الوحيد هو الجراحة. وهنا بنبقى بنعاني عشان نقنع الأهل أنه أصبروا شوية مع العلاج غير الجراحي، بلاش ننط على الجراحة على طول، لأن مش دايما الحل الجراحي بيبقى هو الحل السليم أو الحل الأصح لعلاج الحول. إذن هنبدأ بالجراحة صح كده؟ احنا في الاول بنستنفذ الحلول غير الجراحيه، ولما بنشوف وفي مرضى بيجوا لا هو الحل جراح، يعني لما بتبقى في مشكله في العضلات مثلا، لما بيبقى في شلل في العضلات، لما بيبقى في مشكله، احنا بنقدر نقيم في الحاله اللي حلها جراحي والحاله اللي بيكون حلها غير جراحي. انا فانا فاهم كده، انا قصدي لما نقول لما قلت ان احنا هنبدا بالجراحه، احنا خلاص احنا بصدد الحالات التي تحتاج الى الجراحه. تمام، هل في خلاص قررنا ان في جراحه، هل في خطوات مهمه قبل الجراحه؟ اكيد طبعا. هو اهم حاجه ان احنا نقدر نفحص ونقيم الحاله بطريقه سليمه، بحيث ان احنا ناخد قرار جراحي سليم. يعني احنا دايما بنقول للطلبه عندنا انه بالذات الحول قرار اكتر من عمليه. يعني انا ممكن اعمل عمليه واعمل عمليه صح جدا وتبقى عمليه رائعه، لكن من الاول انا لا شخصت الحول ده بطريقه سليمه ولا شخصت التعامل معاه بطريقه سليمه. بمعنى ان انا لو عندي طفل عنده طول نظر، عنده حاجه اسمها الحول الانسي التكيفي، هو مع الحول اللي عنده نتيجه طول النظر، ما ينفعش ان انا ادخل واعمل له جراحه انا هلاقي عنده حول، والحول ده بزاويه زي ما بنقول 30 او 40، الحل بتاعه في الجراحة أن أنا أحرك العضلات مثلاً 3 4 5 ملي، هدخل وأحرك العضلات، الطفل خارج هو لسه عنده طول نظر، وبالتالي ما ينفعش أن أنا أدخل أشتغل على العضلات دي من غير ما أحل المشكلة في الأول. فأنا لازم أعالج أي مشكلة مصاحبة، زي مشاكل الرؤية، زي مشاكل كسل العين، أقيم الحالة كلها، هل هو حول مثلاً أفقي فقط، هل هو حول رأسي فقط، هل هما الاثنين مع بعض، هل بيصاحبوا مشاكل مثلا في العضلات المائلة مع العضلات الأفقية أو العضلات الرأسية اللي احنا بنسميهم العضلات المستقيمة. لازم التقييم الضروري المناسب للحالة قبل ما نقرر القرار الجراحي. ايه أنواع الجراحات اللي بتتعمل؟ الحول الوحشي، الحول الأنسي، الأسامي دي مشهورة عن الناس. هو أكتر نوعين من الحول فعلا مشهورين عند الناس، الحول الأنسي والحول الوحش. زي ما احنا شفنا دلوقتي، احنا عندنا عضلات في العين، عندنا 4 عضلات في العين بيحركوهم أفقيا ورأسيا، وده اللي بيعمل لنا الحول الأنسي أو اللي بيصلح الحول الأنسي أو الحول الوحش. احنا العين عندنا بالضبط زي الحصان، زي راس الحصان، أنا ماسكاه بالجام، في عضلة بتشده لجوه، في عضلة بتشده لبره، وفي عضلات بتشده لفوق والتحت. طيب لو أنا راس الحصان دي ميلة لبره شوية، هعمل حاجة من الاتنين، يا إما أشد العضلة المرخية اللي سايبة دي شوية تشد راسه لجوه، يا إما أسيب العضلة اللي لبره دي شوية بحيث إن راسه تتعدل. ودي أشهر أنواع العمليات اللي بتتعمل للحول الأنسي والوحشي، يا إما عضلات لتقوية العضلة، عمليات لتقوية العضلة الضعيفة، أو عمليات لإرخاء العضلة اللي شدة زيادة عن اللزوم. المشكلة إن الناس مش عارفة إن في عضلتين تانيين، العضلات المائلة غير العضلات الأربع عضلات اللي بتحرك يمين وشمال وفوق وتحت. فممكن الحول الأنسي أو الحول الوحشي يبقوا مصاحبين
بانحراف في العين دائري، او يبقوا مصاحبين باتجاهات اخرى في العين بتعمل لنا انواع اخرى من الحول. هل في اساليب اخرى للجراحات؟ لو الحول مصاحب فعلا بان احنا عندنا مشكله مثلا في العضلات المائله، لازم هنشتغل على العضلات المائله مع العضلات المستقيمه. احنا لازم لما بنبص لوضع العين ما نمشيش ورا الشكل الظاهر، بيتعمل فحص كامل للطفل ده، ممكن بيتعمل انواع مختلفه جدا من العمليات غير مجرد ان احنا بنشد عضله او بنريح عضله، في انواع كتيره جدا من العمليات الغرض الرئيسي منها ان عضله العين في الوضع اللي احنا فيه ده تعمل باقصى قدره، وفي نفس الوقت تدي افضل شكل للعين نقدر بان احنا نقدر نشوف العينين الاثنين متوازيتين وبيعملوا بطريقه سليمه مع بعضهم. ايه الصوره دي؟ دي نوع من الجراحات برضه، دي اللي احنا بنسميها جراحات نقل العضلات او المسل ترانسبلانتيشن. في عدد كبير جدا من حالات الحول ما بتبقاش بس نتيجه خلل في العضلات، ممكن تبقى نتيجه شلل في العضلات مثلا. يعني انا عندي عضله فيها شلل، العضله دي مهما قعدت اشد فيها، مهما قعدت احاول اقويها، هي العضله مش شغاله، وبالتالي انا لازم اساعدها. اساعدها ازاي؟ هي حواليها اربع عضلات تانيين، ممكن بقى يا اما اخد عضلتين تانيين يساعدوا او يشدوا مع العضله دي، ممكن اخد جزء من العضلات التانيه بقطع العضله مثلا نصين، اخد نص يساعد مع العضله دي واسيب النص التاني يقوم بوظيفته بشكل طولي. بشكل طولي، يعني انا عندي العضله بقطعها كده بطولها، ويعني هي دي تفاصيل جراحيه معينه، وننقل جزء منها بحيث ان هو يساعد مع العضله دي. ساعات بيبقى في مثلا شلل في اتجاه العين الراسي، العين ما بتطلعش لفوق، فبتيجي العضلات اللي انا بشد بيها يمين وشمال دي هي موجوده في مكانها، لو رفعتها لفوق شويه هتساعد بان هي ترفع العين، لو نزلتها شويه لتحت شويه ممكن، على حسب اتجاه اللي انا عايزه اشد العين فيه. في اوقات بتبقى العين بتدي اشكال غريبه مع اختلافات الحركه، يعني لما البني ادم يبص لفوق قوي نلاقي العينين دخلوا عملوا حول داخلي، او لما يبص لتحت، وده اللي بنسميه الاي باترن، او لما يبص لتحت نلاقي العينين دخلوا لجوه بنسميه الفي باترن، او بالعكس يجي يبص لفوق نلاقي عينيه بعدوا عن بعض. فالحاجات دي بنغير فيها اتجاهات العضلات، وده اللي بنسميه مصر ترانسبلانتيشن، نقل للعضلات بحيث ان هي تقدر في كل الاتجاهات العين تبقى بتشتغل بطريقه مناسبه وسليمه. تنورتيني. ضيفتي العزيزه الاستاذ الدكتور نرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون، مدرس طب وجراحات العيون، وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون بكليه الطب وجنود كليه الجراحين الملكيه البريطانيه والمجلس العالمي للطب وجراحات العيون وعضو الجمعيه الامريكيه والجمعيه الاوروبيه لطب وجراحات عيون الاطفال والحول. نورتينا. مجال الانوريكتال سيرجري او جراحات المستقيم او جراحات المستوى المنخفض من الجهاز الهضمي، ده اسمه اللور جي اي تي. الناسور عباره عن فتحات موصله ببعضها بالتراك، اذا قلنا ان هو جنب الشرج فنسميه ناسور شرجي، اذا قلنا ان هو في المنطقه السفلى من الظهر عند منطقه العصعص فنسميها ناسور عصعصي، اذا جه عند السره فنسميه ناسور سري. ما يهمناش اذا كان الناسور صغير، اذا كان سوبرفيشال او واخد حته من السفنكتر صغيره او حاجه، ما يهمش هنقطع ايه، ما يهمش. السفنكتر اللي هو الصمام، الصمام المسؤول عن التحكم في التبرز. الناسور الشرجي الحل الجراحي فيه يمثل الحل الوحيد. الناسور الشرجي من الامراض السخيفه جدا، لانه يمر داخل عضلات مهمه جدا مسؤوله عن التحكم في التبرز. بقى الحل للناسور دلوقتي زي ما نقول حاجه اسمها فيلاك، ان احنا نخش نقفل الناسور ده بدون ما نمس حتى العضلات، ودي حاجه يعني انا نفسي الناس كلها تقرا عنها. الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج، مدير مؤسسه هيموكيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم. اهلا بكم. النهارده لقاء من طراز خاص، لقاء طبعا من اصحاب المقام الرفيع في مجال
الحقيقه انا عايز اقول يا جماعه انه مجال الانوريكتال سيرجري او جراحات المستقيم او جراحات المستوى المنخفض من الجهاز الهضمي ده اسمه اللور جي اي تي، دي لفتره طويله جدا كانت الثقافه المصريه فيها قليله. الناس ما كانتش عارفه ايه هو النصور مثلا، ويترددوا جدا في الذهاب، وكانت الثمن بيكون غالي جدا. ما كانتش الناس عارفه ايه هو ايه هي البواسير وايه هي الدرجات اللي تتعالج علاج جراحي. والناس ما كانتش عارفه الاهم من كده، اللي فهموا بقى النصور واللي فهموا البواسير ومروا بتجربه جراحيه وعلاجيه مزعجه، ما شافوش التطور المذهل في عالم الجراحات وازاي الليزر غير وجه هذه الجراحات، واصبحت بعد ما كانت جراحه مش هنقول ضد اليوم الواحد، جراحه المدى الطويل في الريكفري، في الاستشفاء، في ان انا هقعد في البيت، في ان مشاكل الجراحه هقعد اعالجها، مضادات حيويه، لا بقت جراحات مش بالشكل ده، اقل كثيرا. صحيح في كيسز منهم ممكن تقعد كده، العلم في كل حاجه، خلي بالكم يا جماعه العلم الطبي في كل الاحتمالات، مفيش في العلم الطبي كلمه اقول لكم ايه الموضوع ده بسيط جدا او الموضوع ده صعب جدا، قد يكون بسيط في بعض الحالات، قد يكون مضاعفات ومشاكل في حالات تانية لو اهملت. فالنهارده هنستمتع بحوار من طراز خاص جدا زي ما قلت لكم في واحده من الجراحات اللي انا بعتقد اللي لينا الحمد لله رب العالمين ثواب كبير عند ناس كتير جدا ان احنا نقلنا لهم ثقافه، وضيف العزيز هو واحد من رواد هذا المجال اللي عملوا هذا الجهد، فانا بشكره مقدما على هذا الجهد الكبير، واحد من النجوم هذا المجال، مجال النجوم الطبيه يعني لهذا المجال، ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج والمؤسس لهيمو كيور، مؤسسه هيمو كيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم من المؤسسه الشهيره. اهلا بيك يا دكتور. اهلا دكتور ايمن، ازيك؟ وحشني خالص. الله يخليك انت اكتر. انا بشكرك اولا على المجهود الكبير طبعا اللي انت عملته في التثقيف لهذه المجموعه المرضيه. الله يخليك، هو المجهود ده بتاعك؟ لا ده بتاعك الحقيقه يعني، لانه وانا اسمح لي اشكرك يعني على اللي انت عملته الحقيقه على مدار السنين اللي فاتت. احنا اتكلمنا في حاجه لو حضرتك تفتكر من سنين انه ما كانش حد يعرف حاجه ابدا عن الحكايه دي، كانت الناس تبقى عندها الام وعندها امراض صعبه جدا، ويمكن التشخيص يبقى غلط، ويمكن المريض مش فاهم قوي او حاجه. لكن الحقيقه يعني انا اشكرك ان قدرت تنقل الناس لثقافه عظيمه جدا، وبداوا يعرفوا، وبدات الناس تيجي العيادات مشخصه نفسها وعارفه هي عندها ايه وكل حاجه، ويقول لك انا شفت حد بيتكلم على الحكايه وكل حاجه. فالحقيقه يعني الوعي اللي حصل في الحته دي كان وعي عظيم جدا، وبدا ثماره تبان، وبدات الناس تعرف، وبدات الناس تفهم، وبدا اللي عنده نصور شرجي يبقى عارف انه عنده نصور وما ينفعش يسيبه، وبدا اللي عنده بواسير عارف هو عنده ايه، وهكذا يعني. بدات الناس تاكل صح شويه، بدات الناس ما تعملش عادات غذائيه غلط وحاجات زي كده. حاجه عظيمه جدا اشكرك عليها الحقيقه. يعني اشكرك شكرا جزيلا، انت اللي قدمت كل هذا الجهد وكل هذا التواجد الرائع جدا، والعمل كمان اللي فيه مكيور ما شاء الله بيتطور يعني، بتطور يعني اب تو ديت الحمد لله على مدار الساعه. صحيح. عايز ابدا بالناصور، كلمه على فكره كانت غامضه عند ناس كتير وما زال برضه كتير. صحيح. من الناس ما يعرفوهاش. الناصور عباره عن فتحات موصله ببعضها بالتراك. إذا قلنا إن هو جنب الشرج فنسميه ناصور شرجي. إذا قلنا إن هو في المنطقة السفلى من الظهر عند منطقة العصعص فنسميها ناصور عصعصي. إذا جه عند السرة فنسميه ناصور سري. فناصور طيب، بالمناسبة إن الخراج اللي بيجي جنب الشرج ده بيبقى ألم حاد وبيحصل فجأة. يعني إذا واحد ما عندوش حاجة وفجأة لقى وجع عنيف جدا، وإحنا نسميه سروبنج بين أو وجع زي النقح كده، حاجة بتنبض جنب فتحة الشرج. إذا ده حصل فأنت أكيد ما عندكش حاجة من الحاجات العادية، مش ما عندكش بواسير ولا عندك حاجة غريبة. ليه غالبا بتبقى خراج، واذا ما اتفتحش بيعمل الفيصله. فناصور شرجي يعني عباره عن فتحه بجوار فتحه الشرج متصله بفتحه اخرى داخل فتحه الشرج، وما بين الاثنين تراك او قناه بتخلي الافرازات تنزل من الفتحه الخارجيه. السؤال دايما يعني اللي هو الكلاسيكي، هل يمكن ان يتعايش مريض مع مثل هذه الحالات؟ الحقيقه لا، احنا ممكن نقبل ان مريض يتعايش مع بواسير من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه او حاجات خفيفه زي كده، ويقول انه هيعمل لايف ستايل موديفيكيشن، لانه الدرجات الاولانيه من البواسير يمكن علاجها بدون اي عمليات ولا اي حاجه خالص. لكن مفيش ابدا درجات للناصور يمكن علاجها باستخدام الادويه او يمكن علاجها بمرور الزمن يعني. لانه عباره عن بكتيريا، عباره عن باس سيلز، عباره عن خلايا صديديه. اذا انا اسميه دايما او اوصفه ان الناصور الشرجي ده عامل زي الشرخ اللي بيجي في ازاز العربيه. انت اول ما بتتخبط كده بالطوبه تلاقي شرخ صغير،
سيبوا العربيه دي لحد بكره هتلاقيه كبر شويه، سيبوها لحد اسبوع هتلاقيه كبر خالص لحد ما يوقع الازاز بتاع العربيه. فالنسور عامل كده بالظبط، يبدا سنتي سنتي ونص، نقول للمريض روح اعمل رنين مغناطيسي نشوف النسور ده قد ايه، لاقيه سنتي ونص. المريض يهمل شويه ويجي بعد شهرين ثلاثه نعمل رنين مغناطيسي نلاقيه ب 4 5 سنتي. في الاول يبقى النسور ده سطحي او ليه علاقه بعضلات يمكن ما تبقاش ذات قيمه قوي يعني. اذا اهمل يكبر شويه ويطلع فوق العضلات ويبقى انواع كتيره زي ما هنقول بقى كمان شويه. فالحقيقه ان النسور الشرجي لا يمكن ابدا التعايش معاه، اي مريض عنده نسور شرجي لابد يعالجه، يعالجه باي طريقه كانت على حسب نوعه، لكن لابد انه يتعالج، ما ينفعش يتساب ابدا. القصه بتبدا بالانواع والاسباب، في تداخل اكيد بين كلمه نوع وسبب. بالظبط. النسور ده سموه انواع، واحد خواجه كده اسمه جود سالز عمل حاجه اسمها جود سالز رول، قال لك احنا هنسمي او هنقسم النسور على حسب العضلات اللي هيخش فيها. والحكايه دي هو يعني التقسيمه دي يمكن من 1913 ولحد دلوقتي ما زالت معتمده وكلنا بنمشي عليها. اذا كان النسور ده تحت الميكوزا بس، يعني مش واخد اي عضلات خالص، يعني يا دوبك الفتحه اللي بره جنب فتحه الشرج والفتحه اللي جوه مالهاش علاقه مالهاش دبس مش واخد عضلات، نسميه سوبرفيشال فيستولا. نفتحه بالجراحه، نفتحه باي حاجه، نفتحه يعني ايا كان، مش هيحصل منه اي ضرر. طب اذا كبر شويه وخد عضله من اسمها انترنال سفنكتر فنسموه انتر سفنكتريك، يعني واخد الانترنال سفنكتر. نسور سهل، احنا كجراحين نقول عليه سهل، يتعمل بالجراحه، يتعمل باي كان، برده سهل، ما هيش قضيه. اذا كبر النسور شويه فيسموه اكسترا ترانس سفنكتريك، يعني واخد جوه الاكسترنال سفنكتر، وترانس يعني عبره، والاكستر مش حاجه اسمها كده لانه انا مش هبقى عارف، او انا بقى هحط المريض في الحته بتاعه المفاجاه ان انا اخش العمليات واقول له ده انا اتفاجئت ان لقيت كذا فعملت كذا، وده ما بقاش في الطب ابدا، لانه لازم من حق المريض انه يبقى عارف ايه اللي هيحصل خطوه بخطوه جوه العمليه، ويناقشك وتناقشه فيها ويبقى عارف هو هيحصل له ايه بعد العمليه خطوه بخطوه. ولذلك الانواع هي مهمه جدا للدكتور قبل ما تبقى للمريض، لانه هو اللي هتحدد احنا هنعمل ايه وهنشتغل ازاي. اسباب النسور ما فيش حاجه ابدا غير انه بيحصل خراج جنب فتحه الشرج، لكن ايه اسباب الخراج بقى؟ مليون حاجه، ان يمكن المريض مش واخد باله قوي من الهيجين مثلا، يمكن المريض بيقعد فترات طويله فعنده حاجه اسمها احتباس حراري حوالين الشرج، يعني في حراره دايما حوالين الشرج. يجي عند الناس اللي اكتر اللي يمكن تستخدم الاندروير مثلا او حاجات مصنوعه من البوليستر او الحاجات اللي تسبب دايما في حراره كده او حاجه، فالحراره دي تعمل شويه انفكشن مع القعده الطويله او حاجه، الانفكشن يعمل خراج، الخراج يعمل نسور. فاذا كان في خراج تاني اهو جنب فتحه الشرج لابد يتفتح في ليلتها، يعني ما يستناش ابدا، لانه لو استنى الخراج احنا بندي له فرصه للبكتيريا اللي مش عارفه تطلع لبره دي انها اكستند وتعمل تراك وتفتح في الشرج، تمتد وتعمل التراك، تعمل النفق بتاعها، لا يعمل النسور بالظبط 100%. التشخيص هنا بقى نقف، احنا اتكلمنا على الواضح ان الام ار اي هي واحد من ستون كورنر. بالظبط، التشخيص يعتمد على الكلينيكال بيكتشر، على الدكتور شايف ايه وشكوه المريض. المريض اولا هيشتكي من انه عنده شويه ديشارج، عنده افرازات بتخرج من فتحه بجوار فتحه الشرج. الافرازات دي قد يكون لونها اصفر، وده الاغلب تبقى شويه جرينش لو عليها شويه انفكشن ولا حاجه، قد تكون حتى الافرازات اللي بتخرج دي بعض الفضلات، يعني لو الانترنال اوبننج الفتحه الداخليه دي واسعه هيباس ستول من الاكسترنال اوبننج هيعدي فضلات. مريض يقول لك انا اثناء الدخول الحمام مثلا الفضلات تخرج من الشرج عادي، لكن الاقي شويه خارجين من فتحه جنب فتحه الشرج، فده عنده نسور. طب نشخص بقى نوع النسور ازاي من الرنين المغناطيسي، هو اللي هيقول لنا نوع النسور ونقدر نتعامل معاه ازاي. طيب الناس مثلا اللي مش هتقدر تعمل رنين مغناطيسي، اي حد مركب حاجات معدنيه الشرايح والحاجات والمسامير ومش عارف ايه، ما ينفعش يخش الام ار اي، نستغنى عنها ساعتها بالاندو انال الترا ساوند، وبقينا بنعمل حاجه اسمها بروكتوستيشن او جهاز عظيم كده بيسموه بروكتوستيشن عشان نعرف بالظبط نوع النسور بدون ما نعمل رنين مغناطيسي. ينفع في حالات ان المريض ما يقدرش يعمل رنين مغناطيسي، لكن التشخيص يعتمد على وصف الحاله من المريض وعلى شطاره الدكتور وعلى الفحص بالام ار اي او الرنين المغناطيسي. انا بحب التاريخ، عايزين نحكي بقى تاريخ علاج النسور. اكيد يعني في حاجات اثريه ما زالت بتحصل لحد دلوقتي. كان الرومان زمان اول ناس عالجت النسور الشرجي ده، وكانوا كان عندنا حتى كنت هجيبها لك صوره حلوه قوي في تكست بوك امريكاني كده، حاطين واحد روماني وبيعالج الواحد نسور، فحاطط حديده كده والله ما بارك. احنا موجوده لحد دلوقتي الاله دي اسمها بروب او بيسموها بالعربي مسبر، تدخل من الفتحه الخارجيه والفتحه الداخليه وجايب سكينه كده يروح جاي قاطع الحته دي كلها على بعضها. ما زال هذا التكنيك اللي يمكن واحد يشوفه انه حاجه عنيفه جدا ما زال بيحصل، وسموه في الطب فيستليكتومي او فيستلوتومي، ان ندخل
بروب ما بين الانترنال اوبننج والاكسترنال ونفتح الحته دي لي اوت التراك وننضفه وحاجات زي كده. هو ده الاجراء الجراحي التقليدي اللي لسه بيحصل لحد دلوقتي، وانا في اللحظه اللي بنتكلم فيها دي في 20-30 الف عمليه بتحصل بهذه الطريقه. ما يهمناش اذا كان الناسور صغير، اذا كان سوبرفيشال او واخد حته من السفنكتر صغيره او حاجه ما يهمش، هنقطع ايه ما يهمش. السفنكتر اللي هو الصمام، الصمام المسؤول عن التحكم في التبرز. ما يهمش اذا كان الناسور ده بره العضلات دي، لانه حتى لو عملنا جرح ما يهمش هيقفل. طب اذا كان بقى التراك ده جوه العضلات، هل يجوز ان احنا نعمل الفيستلوتومي ده او الفيستلكتومي العادي ده؟ لا يجوز طبعا، لانه هنخلي المريض في حاله من الريسك ان يجي له انكونتيننس، ان يجي له عدم تحكم في مرور البراز. مر التاريخ بقى بالحكايه دي، وبداوا شركه من الشركات تفكر انه من الشركات العالميه يعني تفكر انه ده تراك، طب ليه ما نقفلوش؟ فتعالى نخترع حاجه اسمها جلو، ماده طبيه كده زي السمغ تدخل جوه التراك تقفله. لقوها افشل حاجه لانها بتخلي الانفكشن الناحيه الثانيه فتعمل ابسس قد كده، فبطلوها. فجت الجماعه بتوع المناظير قال لك طب ما نعمل ستابلر يخش ندبس الفتحه الداخليه بتاعه الناسور، فيبقى ما فيش حاجه بتخش من الناحيه دي وده يقفل. لقوا انه برضو ما بيخفش لان التراك ما زال موجود. الى ان تطورت الحكايه بقينا بنعمل حاجه عظيمه قوي اسمها الليزر. وبعد الليزر بقى في شويه حاجات كمان، خلي بالك الليزر فكرته انه احنا قلنا ان الحكايه كلها في التراك. طب ليه بدل ما نشيل نقطع التراك ونقطع حته اللي حواليه، طب ما نشيل التراك نستأصله من جوه التراك نفسه، وكاننا بنخش بحاجه بالظبط تقفل التراك وتشيله وتقفل التيشو حواليها. لقوها حاجه حلوه جدا الحقيقه، ونتائج عظيمه جدا مع استخدام الليزر. سموا العمليه دي اسمها فيلاك او فيستولا تراك ليزر كلوجر. تعتمد ان احنا هنقفل الفتحه الداخليه بتاعت وحاجات زي كده، لكن مش شايف التراك ده بيحرق فين، يعني مش شايف الليزر شكله ايه طالع فين، ومش شايف البرانشز ولا شايف حاجه، مش شايف تفرعات، مش شايف تفرعات. لانه ساعات الناسور ما يبقاش خط بس، كانه قناه، ده قناه ليها فروع برانش. طب اذا بقى في شركه، طبعا شركه امريكانيه عظيمه جدا، اخترعت حاجه اسمها فافت اللي هو المنظار الصغير اللي بيدخل، اللي هو ده المنظار ده، بروب كده بيدخل من الاكسترنال اوبننج. هوريك فيديو ليه دلوقتي عظيم جدا. طب اذا قدرنا نشوف جوه التراك، تتخيل كده ان احنا هندخل جوه التراك نفسه. التراك ده رفيع، رفيع جدا بالملي، وعشان كده احنا كده داخلين، خلي بالك الويتس ده كله 3-4 ملي ولا حاجه بالكتير يعني. احنا كده جوه التراك، فبقينا شايفين ما داخل الناسور. دي اصغر كاميرا شفتها. لا 4 ملي. ما 4 ملي دي اصغر كاميرا شفتها. يعني انتوا دلوقتي بتشوفوا اصغر نوع من المناظير على الاطلاق. بالظبط اصغر نوع 3-4 ملي، احنا جوه التراك. انا نفسي الحقيقه يعني ما كنتش متخيل ان ممكن يجي اليوم اللي ابقى شايف فيه الناسور، يعني شايفه رؤيه العين كده يعني. انت لما بتحكي لي دلوقتي كنت هقول لك وانتوا يعني بتحلموا ان انتوا تدخلوا جوه الناسور. الناسور ده يا جماعه عباره عن قناه رفيع جدا زي الشعر، تقريبا رفع شعرتين جنب بعض. صحيح بالملي يعني. يعني حتى لما يقول ناسور كبير شويه يقول لك ده 6 ملي مثلا، ده 5 ملي حاجه كده يعني. فبقينا بنشوف جوه التراك، ما بقيناش بنعمل الليزر لوحده، بقينا بنعمل الليزر كومبايند ويز فافت يعني. واحنا شايفين كده، فبقينا نشوف لو في برانش دلوقتي هنشوفه وكانه حاره كبيره جوه الشارع يعني. فبقينا بنحرق طبعا. متكبر الصوره دي متكبره جامد، متكبره طبعا، ماجنيفايد كبير طبعا. احنا كده جوه التراك، ودلوقتي بنحاول نعمل شويه ديبرايدمنت يعني نطلع كل النكروتيك تيشو اللي جوه زي ما حضرتك شايف دلوقتي، الخلايا والانسجه الميته، وبعدين بقى نحرق. بعد ما نخلص نحرق بالليزر. فنبقى خلينا النجاح اللي كان عظيم جدا بالمناسبه 85% ده اصبح 90% و95% وبالعكس كمان يعدي حاجات كبيره قوي لما بدانا نستخدم الافكار بتاعت الشركات المختلفه. الليزر ده اللي بتعمله شركه المانيه عظيمه قوي، والفافت ده شركه امريكانيه، او ما اعرفش ينفع نقول اسامي ولا لا، لكن جبنا الشركه دي مع الشركه دي وبقى الاثنين كومبايند ببعض، فعملوا تكنيك حلو قوي انك تحرق. نقول اسامي يا اسامي، مش محتاجين دعايه دول يعني. الفافت ده من شركه ستورز الامريكيه، والليزر من شركه بايوليتيك، والاثنين بالمناسبه من اكتر الناس اللي بتنافس بعض يعني. لكن مؤخرا لما بداوا يشتغلوا سوا يعني في ورك شوب الاخرانيه اللي كنا بنعملها، لما بدانا نعمل الحالات واحنا واخدين من هنا احسن حاجه ومن هنا احسن حاجه. ليزر مع منظار، ليزر مع المنظار، مع الفافت بالظبط. ده مش منظار بالمعنى المفهوم، ده بنقول عليها كاميرا 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 بالظبط. هي البروب الصغير اللي قدام ده بيدخل جوه الاكسترنال اوبننج، وده اللايت سورس بتاعه اللي طالع فوق اللي لافف على بعضه ده،
والورا ده تشانل بتخليني انا ادخل فرشه اقدر اكحت حاجه ادخل قسطره الليزر احضر احرق بيها. الحقيقه بقت نتائج عظيمه جدا. وتخيل بقى ان احنا تطورنا من ايام ما كنا بندخل حته حديده ونقطع كده الى ان احنا بقينا بنعمل الحكايه دي باستخدام الليزر وباستخدام المناظير. فنتائج بقت عظيمه. واللي اهم من ان النتائج بقت عظيمه ان السيفتي بقى 100%. بقيت انا اقدر وانا قاعد في العياده اقول للمريض احنا هنعمل عمليه ناسور شرجي ايا كان صعوبتها و100% مش هيحصل انكونترنس. 100% مش هيحصل عدم تحكم في البراز. في البراز طبعا انا اخش العمليه وهو كمان في بطننا بطيخه صيفي زي ما بيقولوا ان مش هيحصل. التخوف الكبير بالظبط اي مريض بيفكر فيه بالظبط انه ما يحصلش ابدا ابدا الحمد لله يعني. ويمكن احنا على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا يمكن عملنا اكتر من 10,000 مريض يعني ما عندهمش ولا واحد الحمد لله يا رب بفضل من ربنا جاله مساله الانكونتنس دي ابدا يعني. تنورتني واسعدتني الله يخليك وكالعاده ابدعت وابهرتني النهارده الله يخليك بالحاجات الجديده الجميله دي. ما تنسوش انه يعني الامراض زي الناسور الشرجي وغيرها بترتبط ارتباط وثيق جدا بكثير من الامراض يعني مثلا السكر نقص المناعه اللوكيميا مشاكل النخاع العظمي كل ما المناعه تقل كل ما فرص الانفكشن العدوى تزيد والعدوى او الانفكشن بورجانيزم ايا كان ده ممكن يكون بدايه المشكله. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور محمد النجار استشاري جراحات الشرج والمستقيم عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج والمدير المؤسسي سيموكيور لعلاج امراض الشرج والمستقيم. ابدعت كالعاده ونورتنا بالمنظار بس في قناة يعني في حلقتنا وب يعني قول ايه ده حد يتخيل انه مليمترات شاف بالمنظار العلم ملوش يعني علم المناظير وعلم الكاميرات علم متقدم للغايه للغايه وده مهم جدا. وقتها الليزر ايضا فرق كتير جدا في عالم الجراحات اكيد صحيح. خلى هذه الجراحات بعد ما كانت جراحات مزعجه للغايه اصبحت جراحات مامونه للغايه ودي مهمه جدا. خليكم دايما معنا سلام. عايز اقول لكم انه شرار الاورطي هو الشرار الرئيسي اللي بيخرج من البطين الايسر وهذا الشريان هو المسؤول عن توصيل الدم للجسم كله زي ما عندنا في الامراض الباطنيه الضغط والقاتل الصامت عندنا في الجراحه بقى جراحه الاوعيه الدمويه هي القاتل الصامت تمدد الشرار الاورطي في عوامل تخليه يتمدد بسرعه ويزيد وممكن يوصل لحد درجه الانفجار. دراسه ثانيه ودي يمكن صرحت بها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ FDA قالت اتعملت يوم 20 ديسمبر ده قريبة جدا قالت إنه بعض المضادات الحيوية من نوع معين الكينولونز أو الفلوروكينولونز دي ممكن تؤدي إلى حالة مرضية هي تمزق أو تمدد الشرار الأورطي وتمزقه. طبعا ده يخليني أقول إنه إحنا لازم نفهم بقى هذا الشريان ونفهم كيف يتعامل الطب مع هذا الشريان. يتعامل تخصص مهم جدا وهو تخصص الأوعية الدموية مع هذا الشريان ونفهم أيضا أن هذه الحالة قد تكون عائلية نسبيا يعني نشاهدها في العائلات مرتبطة ارتباط وثيق بضغط الدم العالي جدا غير معالج. هنفهم هذا الكلام بالتفصيل من هذا اللقاء المهم زي ما قلت لكم إحنا عنواننا في هذا اللقاء حياة وموت. حياة خلينا بلاش نقول كلمة موت نخليها كلمة حياة. فهم الحلقة دي هيساوي حياة بالتأكيد. ضيفي العزيز قيمة علمية كبيرة واسم كبير في هذا المجال والحقيقة بيسعدني جدا انه يقبل دعوتنا النهاردة ويكون معانا في الناس الحلوة في هذا الحوار الاسم الكبير القدير في هذا المجال الأستاذ الدكتور محمود محمد ناصر أستاذ جراحات الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة القاهرة قصر عيني واستشاري جراحات القدم السكري وعلاج الشرايين بالأسرة التداخلية وزميل كلية الجراحين الملكية أبي لندن وزميل جامعة كيل الألمانية وصاحب البورد الأوروبي في جراحات الأوعية الدموية الاسم المتميز للغاية. أهلا بيك دكتور. أهلا بحضرتك. سعيد جدا بهذه الزيارة. أنا أسعد والله وسعيد باختيارك للموضوع يعني ده وفي وقت توقيت معين للحديث عن تمدد شرار الأورطة له سيزون يعني ولا هو يقال ان في سيزونال فاريشن في اوقات من السنه بيزيد حالات الشريان الاورطي او الانفجار لان هو زي ما عندنا في الامراض الباطنيه الضغط والقاتل الصامت عندنا في الجراحه بقى جراحه الاوعيه الدمويه هي القاتل الصامت تمدد الشرار الاورطي.
نفهم الناس من هو الشريان الأورطي؟ ماذا يعني كلمة تمدد الشريان الأورطي؟ هو حركة الشريان الأورطي هو زي ما حركة تفضلت وقلت إن هو اللي طالع من حجمه الثلاثة ميلي ده ممكن يوصل لخمسة ميل لخمسة سنتي هيقعد كتير قوي هيقعد يعني ممكن يوصل لحد 10 سنين 5 سنين على حسب الحالة نفسها لأن احنا في عندنا ريسك فاكتورز في عوامل تخليه يتمدد بسرعة ويزيد وممكن يوصل لحد درجة الانفجار وفي ناس تانية يعني مش هتكتشف الموضوع ده خالص لأنه هو نوع القاتل الصامت ليه؟ لأنه هو المريض مش هيبقى عنده أي أعراض خالص نسبة المرضى اللي عندهم أعراض أقل من 5% وبيبقى عندهم أعراض بسيطة خالص ألم في الظهر ألم في البطن كده فيج يعني مش معروف سببها ممكن يبقى عنده بس تاريخ عائلي ممكن طبعا يعني في الدول الغربية عشان عندهم الحالات دي أكتر مننا شوية لأنها أكتر في الوايت ريس فأكتر من عندنا بكتير فعشان كده هم بيعملوا سكرينينج بروجرام هو بيجي على أي مريض ميل اللي هو رجل فوق 65 سنة مدخن وعنده تصلب في الشرايين ضغط وسكر لازم يتعمل له سكرينينج تمام وبالذات بقى لو عنده تاريخ عائلي ومفروض ان هو نسبته 1% من البشر فوق 65 سنة والنسبة دي بتزيد 5 أضعاف لو في تاريخ عائلي 1% ده كتير كده. نسبة كبيرة يعني وهو مرض من أمراض الشيخوخة للمسلمين يعني كل عمارة في أي حتة في الغرب عندها واحد عندها دايما السؤالين المشهورين الأسباب هي ليه بيحصل تمدد في الشريان الأورطي ده السؤال الأول وليه بتطلقوا عليه كلمة القاتل الصامت الأسباب أولا تصلب الشرايين التصلب الشرايين ده إحنا هو وجدنا إنه هو يعتبر حاجة مساعدة يعني هو بيحصل زي ديجنريتيف ديزيز أنا معرفش بالعربي ديجنريتيف هو تآكلي يعني تآكل في جدار الشريان الأورطي حاجتين مهمين جدا في جدار الشريان الأورطي مختلفين عن كل شرايين الجسم حاجة اسمها الإلاستين والكولاجين دول موجودين بدرجة كبيرة فعشان كده بيحصلوا ليه في الشريان الأورطي البطني أكتر حاجة لأن الإلاستين ده أقل حاجة في الشريان الأورطي من أوله لآخره هي في الشريان الأورطي البطني وتاني حاجة الكولاجين ده لما بيحصل له ديجنريشن أو بيحصل له ضمور هو ده اللي مسؤول عن الرابشر أو الانفجار الشريان الأورطي دي طبعا الصورة المخيفة جدا هي المنظر ما يبقاش كده المنظر كده طبعا احنا بنشوف المنظر ده نقول وفاة على طول في ساعتها لا مريض الانفجار مش لازم طبعا نسبة الوفاة طبعا عالية وبالذات مع التدخل الجراحي فعشان كده ده يعني انا طالع النهارده اقول للناس لا ده في طريقه مبتكره بيجي لنا المريض ما بيجيليش مريض في العياده عشان يشخص انه عنده مشكله في الشريان الاورطي هو دايما بيجي لي متشخص عامل سونار لاي سبب فبيبان فيها التمدد موجود وطبعا بعديها بنطلب بقى اشعات معينه عشان نعرف الحجم ونعرف هو يستدعي الجراحه ولا لا كل ما تحت 5 سنتي تمام ما بنعملوش اي حاجه متابعه فقط من اول 5 سنتي بنبدأ نفكر في طرق العلاج سواء جراحة سواء أسطرة تداخلية ليه 5 سنتي؟ لأن من عند 5 سنتي الريسك اوف رابشر أو درجة إن هو ينفجر في السنة 3-5% يعني لو عندنا 100 مريض وعندهم أورطة عنده في تمدد 5 سنتي 3-5 منهم هيجي لهم انفجار كل في السنة كل سنة والريسك دي بيزيد كل ما بيزيد الحجم لو 6 سنتي لا بتوصل لحد 15% 7 سنتي بتوصل اكتر من كده ازاي مريض هيجي لك طبعا شاكين او الى اخره او محول من دكتور بطنه قال له انا عندي الم عمل له سونار لا الحاله حولها لك ازاي هنعمل التشخيص اول ما بيجي لي المريض انا بيجي لي نوعين من المرضى لا اما جاي لي شريان اورطي جاي لي في العياده ماشي على رجله تمام فعمل سونار او عمل اشعه مقطعيه بالصبغه طلبها منه اي دكتور زميل فانا بختار وسيله العلاج على حسب هو المريض جاي بايه مريض تاني جاي لي بالشريان الاورطه منفجر ده طبعا مريض جاي في الطوارئ بيبقى عنده اعراض معينه الم شديد في البطن وبالفحص ان انا شفت في حاجه في بطنه بتنبض بشده ده خلاص انا عرفت ده شريان اورطي مش محتاج اشعات انا كده شخصته محتاج اخده على المقطعيه يعمل مقطعيه وبعديها اخده على حجره القسطره وان شاء الله سهل جدا الموضوع ده في مصر دلوقتي ونؤكد ونكرر معلومه انه ما ياخدش لا سوائل ما ياخدش طبعا ما ياخدش انترافينس يعني ما ياخدش فلوز عايز بيرميسيف هايبوتنشن عايز ضغطه 80-50 مش عايزه يزيد عن كده عشان ما ينزفش زياده عشان ما ينزفش زياده حلو مجرد انا المريض شفته
وشخصته او هو جالي متشخص باشعه مقطعيه، ببدا بقى فكره العلاج. فكره العلاج دلوقتي اسمها بلاننج. اول حاجه باخد السي دي بتاع المريض او السي تي بتاعه اللي هو الاشعه المقطعيه اللي بالصبغه، وبحطها في برامج سوفت وير بعرف منها المقاسات عشان اختار الدعامه المناسبه ليه. ليه انا بفكر في الدعامه المغطاه كعلاج اولي لتمدد الشريان الاورطي قبل الجراحه؟ لان الجراحه نسبه الوفاه عاليه. احنا بنعمل خطه علاج. خطه علاج دلوقتي خطه العلاج هي حاجتين. تمام، ان انا شفت المريض وشخصته مقطعيه، معايا المقطعيه دي بحطها على برامج تمام سوفت وير، اقدر اعرف المقاسات، اعرف ان ينفع له الايفار اللي هي الدعامه المغطاه. سهل اجراءها دلوقتي في مصر من جرحين صغيرين في الفخذ، ممكن حتى بدون جرح خالص من وخزه الابره، مكان ابره صغيره خالص. تمام، انا محتاج كل اللي محتاجه في الشريان 4 5 مللي اللي هو ينفع يتقفلوا بغرز من الجلد بدون ما افتح جرح خالص، والاجهزه بتاعتها برضو موجوده في مصر ومتوفره. الدعامه المغطاه فكرتها ايه؟ ان انا بقفل الشريان من الداخل، بقفل التمدد ده، بعمل اكسكلوجن للانيوريزم، بدخل دعامه بتبقى شبه البنطلون كده راس ورجلين، بحطها في الشريان الاورطي، وبعد كده بحطها في شرايين الفخذين، الشريان الحرقوفي الايمن والايسر. دي كل دي حاجات بلاننج انا اللي بعملها بخط الايد، لان عندي السوفت وير وباخد المقاسات. ممكن اخد المقاسات على السي تي بايديا زي ما انا عامل كده. تمام، مجرد ان انا عملت البلاننج خلاص انا عرفت مقاس الدعامه المغطاه اللي هستعملها، عارف حجمها قد ايه، عارف الشركه اللي انا هجيب منها الدعامه لازم تبقى موجوده عندي طبعا في المستشفى او اجيبها بالتليفون. مجرد ان انا عملت الكلام ده تم انقاذ حياه المريض، هيقعد يوم في الرعايه وممكن يمشي تاني يوم. ويتركب الدعامه، هي دي الدعامه، وتركب الدعامه بيبقى شكلها كده زي البنطلون كده. ودي بتدخل على طول في خلال قد ايه؟ يعني ممكن ده كله يتعمل في خلال قد ايه؟ العمليه دي يعني ان انا اركب المين بادي ده وناحيه دي ما تاخدش مني نص ساعه. كويس. الناحيه الثانيه اللي بتاخد وقت شويه، لان انا لازم ادخلها في الدعامه الثانيه، فدي بتبقى محتاجه تولز شويه، ممكن تاخد لها نص ساعه ثاني. فالعمليه جراحيا ساعه. حلو. تخديريا تخديريا ورعايه ما بعد العمليه ده المين، ان انا محتاج المريض طبعا وبالذات اللي هو عنده انفجار ده، ان انا محتاج ادخله رعايه مركزه لمتابعه حاجات معينه، متابعه الدم ومتابعه ضغط الدوره الدمويه في بطنه، لان التجمع الدموي اللي موجود ده انا ما فتحتوش فضيته زي الجراحه العاديه، فبيبقى محتاج ان انا اتابع الضغط داخل البطن. تمام، بس الموضوع كله مضاعفاته نادره الحدوث، يعني اقل من 1%. لكن بالنسبه احنا بنتكلم على الالكتيف أورتيك سيرجري اللي هو الجراحة المفتوحة، المضاعفات توصل لحد 5% وفاة. وفي طبعا مشاكل تانية، طبعا مشاكل الجرح ومشاكل تانية كتير. الجراحة المفتوحة. الجراحة المفتوحة. إذن لو فرضنا إن الشخص جال حضرتك يعني بعد ما بدأ يشتكي من الألم وهبوط الضغط، هنقول في خلال نص ساعة وصل المستشفى. أهم حاجة في ان انا التدخل بالدعامات المغطاه ان لازم البيشنت يبقى اناتوميكالي فيت، التمدد الشرياني بتاعه ان انا اقدر الاقي دعامه على مقاسه، على مقاس الشريان، على مقاس الشريان بتاعه. وهنا الشريان زي اي حاجه في جسمنا، زي اي حاجه في جسمنا، مختلفه طبعا من مريض للتاني. والانيوريزم ده نفسه او التمدد وكل حاجه، والثرومبس اللي هي الجلطات اللي جواه والكالسيوم اللي موجود فيه. تمام، بيبقى فيه اعوجاج الطريق بتاعه، حجم الشريان نفسه لازم يبقى حجم معين، ما ينفعش يبقى اقل من 7 مللي، لازم فيه اشتراطات كتير كده عشان اقول المريض ده ينفع له الدعامات المغطاه او الايفار. كان او ما زال بتعمل جراحه حتى الان؟ ده بيحتاج 6 اسابيع، ان انا هاخد السي دي ابعتها للشركه الام بره مصر، دي هتفصل دعامه للمريض ده. طبعا دي حاجه مكلفه جدا، مش كل المرضى يقدروا عليها. بس بالنسبه للمريض اللي عنده هذه الحاله ولسه ما انفجرتش، اعتقد ان دي حاجه عظيمه جدا. طبعا ده تقدم تكنولوجي، يعني لو ما عندناش حاجه في جراحه الاوعيه غير الايفار دي تعتبر نجاح شديد. الايفار هو اختصار ايه؟ هو الايفار اللي هو اندوفاسكولار اورتيك انيوريزم ريبير، اللي هو العلاج التمدد الشريان الاورطي بالدعامات المغطاه. هو ده طبعا دي طفره علميه شديده، ويوم عن يوم يعني اول دعامه مغطاه كانت سنه 90، من 30 سنه. لكن دلوقتي التطور لا افضل بكتير، حجم الدعامات نفسها بقت اقل. انت خد بالك الدعامه دي عباره عن ايه؟ عباره عن فابريك قماش، حاجه من الدكرون او البي تي اف، وعليها متل، عليها دعامه
من النيكل، نيتينول نيكل مع تيتانيا. فانت جايب الدعامه دي وقافلها وحطيتها في حاجه صغيره قوي عشان تعرف تدخلها جوه الشريان. فانت مدخله دي عن يوم عن يوم بتصغر، لدرجه ان في دلوقتي دعامات صغيره جدا بنقول عليها تقدر تتحط في النساء بالذات، لانه هو التمدد فيهم قليل شويه وحجم الشرايين بتاعتهم صغير، فصعب ان انت تركب فيهم الدعامات العاديه دي كتير جدا. فبتحتاج اللي هي الدعامات المخصوص الكاستم ميد، مصنوعه خصيصا للمرضى دي. لا ده في شركات وموجوده في مصر اوجدت دعامات مخصوص للسيدات بحجم صغير جدا تتحط من جروح بسيطه جدا بدون اي مشاكل وبدون اي مضاعفات. اللي احنا شايفينه ده حاله حقيقيه، دي حاله حقيقيه معموله هنا، معموله هنا في مصر. ودي اتعملت بعد انفجار ولا دي اتعملت؟ لا لا ده كان إلكتيف. ده كان مريض إلكتيف، يعني متمدد من غير انفجار. من غير انفجار، جاي مريض جاي ومتحضر عادي خالص في العياده الخارجيه، وتحجز قبل العمليه بيوم، وتاني يوم بيعمل عمليه وبيروح. غير مريض الانفجار شويه بيبقى محتاج رعايه، دي برضو حاله تانية ودي حاله صعبه. لو حضرتك شايف تمدد كبير شويه وتحت الشريان الكلوي، وطبعا بعد الدعامه المنظر بقى مختلف خالص، التمدد راح خالص. هل تمدد الشريان الاورطي في المنطقه الصدريه اللي جنب القلب ينفع ليه الدعامات؟ ينفع طبعا الدعامات، بس ليها شروط. لو الدعامات دي اهم حاجه تبقى بعيده عن شرايين الامعاء. لو هي بعيده عن شرايين الامعاء نقدر نحط الدعامات المغطاه دي بسهوله خالص، وهي بتبقى وان تيوب، يعني مش محتاج ان انا طول ينبس زي تحت في الشريان الخرقوفي. لكن مشكلتي لو هي قريبه من شرايين الامعاء، فبيبقى عندي اكتر من حل. الحل الدعامات المغطاه اسمها برانشد، ان هي فيها فروع، بس دي زي ما قلت لحضرتك كده دي لازم تبقى كاستم ميد، لازم مقاس المريض بالظبط. ده اول حل. الحل الثاني الحل الجراحي، وطبعا الحل الجراحي ده بقى مخاطره بتبقى اعلى شويه من تمدد الشريان الاورطي الباطني. والحل الثالث بنقول عليه هايبريد. هايبريد ده عباره عن ايه؟ بعمل توصيل لشريان الامعاء بس، شريان بسيط، وبعد كده احط الدعامه المغطاه. طيب عشان انا اقرب من الناس من الناحيه الباطنيه اللي تهمني قوي، يعني انت بيهم حضرتك الناحيه الجراحيه. الناحيه الجراحيه وده صح، لكن انا عايز المريض يتحرك بدري، يتشخص بدري. فانا هكرر تاني، مين المريض اللي لازم يعمل كشف دوري؟ اول حاجه مريض فوق الستين سنه، مريض ضغط وسكر وتصلب شرايين ومدخن، لازم بعد سن 60 سنه لازم يعمل سونار على بطنه كل 5 سنين. في حاجه او مفيش، هيطلع مفيش حاجه خلاص مش هيعمل حاجه، الحمد لله احنا تمام. طلع فيه تمدد شريان، نشوف حجمه قد ايه، حجمه من 3 لحد 4.5 هيعمل سونار كل 6 شهور، يشوف حجمه بيكبر بسرعه ولا حجمه لا. وطبعا لازم يبطل التدخين، لازم يظبط الضغط، لازم يظبط السكر، كل الحاجات دي هتظبط. وممكن التمدد ده يقعد ثابت في حجمه كده 15 و20 سنة، وأنا شفت مرضى كتير كده بره. وصل لحد 5 سنتي، لا خلاص لازم يلجأ لجراح، جراحة أوعية دموية، ويكون طبعا عنده خبرة في العلاج بالأسطرة التداخلية وبالدعامات المغطاة، ويبدأ بقى في إجراءات التدخل خوفا من الانفجار اللي هو يعتبر حاجة كارثية. طبعا السؤال، لو ترك الأمر ولا بيعالج الامر، لا الانفجار طبعا هيحصل، هيحصل هيحصل هيحصل. والانفجار الفرق بس الوقت، هيحصل امتى؟ ده اللي احنا مش عارفين. والانفجار ما ما يعني طالما حصل ما ينفعش يتسكت، لانه لو اتسكت عليه خلاص لا هيموت. وفاه 100% 100% ما لو ما عملش حاجه. لو عمل وهو منفجر لا، في نسبه الوفاه بتقل. هو اساسا لو منفجر مع الجراحه نسبه الوفاه 70-90%، مع الايفار اقل من 10%. ياه ده فرق حضرتك واخد بالك من الفرق؟ يعني طبعا لو اتعمل جراحه نسبه الوفاه تصل الى 70-90% في وفاه، في الايفار في الدعامه تقل عن 10%. 10% يعني 90% في العكس، العكس 90% حياه مع الايفار و90% وفاه مع الجراحه. لذلك يعني طبعا الايفار بس يعني في عيب طبعا، يعني مش كل الناس بتقول عليه، ان هو محتاج متابعه مدى الحياه. ليه بقى؟ لان هي دي دعامات انا مش مثبتها بغرز، هي واقفه في مكانها بالراديال فورس، بقوتها، قوه الدعامات اللي موجوده فيها، النيتينول اللي موجود فيها، اتساعها، قدرتها على الاتساع، قدرتها على الاتساع، فهي ثابته في مكانها بكده. فينفع تتحرك فوق وتحت؟ طبعا لو الحته اللي ثابته فيها فوق او اللي فيها تحت زادت في الحجم مع العمر فممكن تتحرك من مكانها.
فعشان كده المريض ممكن يبقى محتاج يدخل تاني، وساعتها بيبقى الموضوع اسهل ان هو محتاج بس دعامه زياده، حاجه بسيطه خالص، يبقى اسهل من الاول. ده العيب ده مش كل الناس تعرفه، ان هو انا عملت دعامات موطاه لازم متابعه مدى الحياه وليها بروتوكول، يعني مش هباء كده ان انا متابعه كل 5 سنين. لكن العيان اللي عامل جراحه طبعا يعني مخاطر العمليه عاليه، بس المريض ده محتاج ان هو يعمل اشعه مقطعيه كل 5 سنين. ده محتاج متابعه وده محتاج متابعه. ده محتاج متابعه، بس ده محتاج متابعه كل سنه، وده محتاج متابعه كل 5 سنين. بس انا شايف ان الامور واضحه بالنسبه لكم دلوقتي. تعالوا نروح لأبو العريف. أبو العريف ده شخصية ابتكارية، شخصية كاريكاتيرية، يعني هل حد هيفتي في تبدل الشريان الأورطي؟ هل في حد بيفتي عندك في تبدل الشريان الأورطي؟ لا ما شفتهاش لسه. يعني هو الناس أساساً بتاخد وقت عبال ما تفهم يعني إيه شريان أورطي يعني إيه تبدل الشريان الأورطي. ما أعتقدش إن حد ممكن يفتي فيه. بس أهو أبو العريف، تعال نسمع الفتية دي ونشوف هيوصل لإيه في دماغه العبقرية. يا باشا، عاطف ابن عم سيد مراته كانت اتأخرت، عندها مشاكل في الخلفة. لحسن الحظ أخوها الكبير دكتور أمراض نساء قال لها عندك التصاقات، عمل لها أشعة بالصبغة وقال لها دي أشعة وعلاج في نفس الوقت. فعلا يا باشا بعدها ربنا كرمهم وحملت. دلوقتي عاطف نفسه عنده مشكلة في الأوعية الدموية، بيقولك شريان مهم مش سالك. طب يا عاطف، احنا لقيناها من غير ما تتوه وفهمينها من غير ما تطير، ما عندك يا اخي نسيبك يعمل لك اشعه بالصبغه زي اللي عملها لاخته، الدنيا تسلك وتبقى زي الحلاوه، وهتبقى في بيتها اهو نسيبك، لا فيها تكاليف ولا فيها كسوف. لا ده دي مش فاتية، ده تخلف عقلي. يا ريت الموضوع سهل كده وكناش سافرنا بره عشان نتعلم التقنيات الحديثة دي. لا وشاف ان الموضوع يعني مش مع الست، اي حاجة هتسلك بالصبغة يعني. الستات ليهم دعامات خاصة، ليهم دعامات مخصوص لو طبعا الدعامات المتوفرة مش فيتنج معاهم، مش مناسبة معاهم. انا متشكر جدا على وجودك معنا النهارده، وسعيد جدا جدا بهذا الحوار الممتع. وزي ما انا قلنا الاورطه، انتوا عندكم شعار مرتبط بالاورطه، انا مش فاكره الحقيقه، بس هو متعلق بالحياه، يعني انقاذ الاورطه يساوي الحياه. هو طبعا يعني هو زيه زي القلب بالظبط. بالظبط زيه. ده القلب ممكن يعني على الاقل جلطه القلب بتتلحق وتتلحق، لكن الشريان الاورطي انفجاره صعب شويه. بالظبط كده. نورتنا وشرفتنا واسعدتنا بهذا الحوار. واحد من الاسماء القديره وصاحب العلم الغزير ما شاء الله، والنهارده قلنا بتفاصيل يعني تناسبكم، لانه الموضوع فيه تفاصيل كثيره جدا 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 فوق ما انتم متخيلين، وتفاصيل دقيقه علميه مذهله. يعني اللي يحضر سيمينار او اللي يحضر مؤتمر بيتكلم على الشريان الاورطي هيدرك انه ده علم لوحده. دي ده المفروض يتعمل له قسم الشريان الاورطه لوحده، هو تخصص بالفعل. في ناس كتير ما بتشتغلش بس غير في الشريان الاورطه في العالم، عشان كده لازم نفهم هذا الشريان الاورطه، ونفهم متى انتشار هذه الحاله تمدد الشريان الاورطي، ونفهم الدعامات الحديثه التي دخلت لكي تنقذ حاله الشريان المتمدد او المنفكر. النهارده لقاء مثمر ومهم جدا مع ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمود محمد ناصر، أستاذ جراحات الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة القاهرة، استشاري جراحات القدم السكري وعلاج الشرايين بالأسطرة التداخلية، زميل كلية الجراحين الملكية بلندن، وزميل جامعة كيل بألمانيا، وصاحب البورد الأوروبي في جراحات الأوعية الدموية. كان في الناس الحلوة. نورت الناس الحلوة. الله يخليك يا دكتور، خليكم دايما مع الناس الحلوة. في دراسة بريطانية من جامعة ستانفورد قالت إن في علاقة وثيقة بين الدوالي وبين أمراض القلب وأمراض السكر. موضوع الدوالي ده موضوع شهير جدا، ويمكن واخد حيز كبير قوي، على اعتبار إن الدوالي هي أكبر سبب من أسباب تأخر الإنجاب للرجل. الميكروسكوب الجراحي حقق نتائج كويسة جدا وفي السنوات الأخيرة، وإدانا نتائج في تغير معدلات السائل المنوي بشكل كبير. الوقت واحد اتجوز، فتح بيت، ظلم مراته، دخل في مشكلة كبيرة قوي عشان محدش شخصه بدري، محدش لحقه بدري. الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة والأمراض التناسلية بكلية الطب جامعة أسيوط.
استشاري أمراض الذكورة والحقن المجهري، مركز خصوبة. أهلا بيكم. النهاردة حوار مثير للغاية عن الدوالي، لكن خليني أقول لكم معلومة في منتهى الأهمية. في دراسة بريطانية من جامعة ستانفورد قالت إن في علاقة وثيقة بين الدوالي وبين أمراض القلب وأمراض السكر، والحقيقة ربطت المسألة أو ربطت القصة باضطرابات هرمون الذكورة المصاحبة أحيانا لبعض حالات الدوالي. دوالي الخصيتين اللي بقصد بيه دوالي الخصيتين، دوالي الخصيتين تؤثر على الخصيتين اللي هما مركز ومصنع إنتاج الهرمون الشهير جدا اللي اسمه التستوستيرون. واضح إن إحنا بدأنا نهتم بهذا الهرمون. هذا الهرمون عندما يتأثر في حالات الدوالي بيتأثر تأثر ساعات عنيف. لما بيقل هذا الهرمون في فرص وفي ربط وثيق جدا ما بين هرمون الذكورة وبين أمراض القلب، بين هرمون الذكورة وبين أمراض السكر، يعني بين صحة البنكرياس وصحة الشريان التاجي. النتائج اتعملت على 4000 رجل مصاب بحالات تأثر في هرمون الذكورة ناتجا عن الدوالي، ولقوا أنه هذه مجموعة كبيرة معرضين أو جزء منهم معرض لأمراض القلب، أمراض الأيض اللي هي الميتابوليك سندروم اللي هي السمنة والسكر والضغط والهرمون والدهون العالية واليوريك أسيد العالي النقرس يعني. وأوضحت الدراسة أنه هذه المشكلة العنيفة اللي هي مشكلة الدوالي قد تكون أخطر مما نتصور على مستوى الجسم ككل، مش بس على مستوى الخصوبة والعقم فقط في الرجال. إذن تنتبه، فالحوار هنا مثير ومهم، وأيضا ده اللي أنا قلته ده يجعلني أضع الدوالي في خانة مهمة، إنها مش بس بتتعمل كعملية لإنقاذ خصوبة الرجل ورغبته في الإنجاب، لا، ده أنا بعملها أكيد عشان أحافظ على الصحة العامة لهذا الرجل. النهاردة حوار مثير مع قمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم طبعا الذكورة، نفخر بوجوده معنا الأستاذ دكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة، الأستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط، واستشاري أمراض الذكورة والحقن المجهري، وطبعا الاسم المتميز. أهلا بيك دكتور عماد. أهلا دكتور عماد، منورني وسعيد جدا بهذه الزيارة. هبدأ بالدوالي، لكن أنا عايز النهاردة أركز على الجراحة الميكروسكوبية في الدوالي، لكن بسرعة شديدة، إيه هي الدوالي بسرعة والطرق المختلفة فعلك عشان الناس بس تفهم إيه دوالي الخصيتين؟ موضوع الدوالي ده موضوع شهير جدا ويمكن واخد حيز كبير قوي، على اعتبار أن الدوالي هي أكبر سبب من أسباب تأخر الإنجاب للرجل. يعني تشكل تقريبا حوالي 50% من الأسباب هي عبارة عن دوالي الخصيتين. ودوالي الخصيتين ما هي إلا جزء من مشكلة وريدية، أن احنا بيبقى عندنا ضعف في الأوردة بتاعة الخصية. الأوردة دي المفروض أنها تحتوي على بعض الصمامات اللي هي بترجع الدم الفاسد أو الغير مؤكسد من الخصية للدورة الدموية. اللي بيحصل أن الصمامات دي بتبوظ، فالدم بيرجع تاني وبيتراكم حوالين الخصية. تراكم الدم الغير مؤكسد حوالين الخصية بيرفع من درجة حرارة الخصية، والخصية احنا عارفين أنها بتشتغل في درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم بدرجتين، يعني بتشتغل عند 35 درجة مئوية. ارتفاع الحرارة تضعف الحيوانات المنوية. الحاجة التانية ان رجوع الدم الغير مؤكسد ده بيرجع بعض الشوائب للخصية، فده بيضعف برضو الحيوانات المنوية. الدوالي بتبقى درجات، منها درجة خفيفة او بسيطة جدا، ممكن الموضوع يزيد يبقى درجة متوسطة، ممكن الموضوع يوصل للدرجة المتقدمة من الدوالي. كل الدرجات لها تأثير على الخصية مع اختلاف الوضع بتاع المريض ومع اختلاف الخصية او حجمها، لكن في الاخر معظم الناس اللي بيبقى عندها دوالي دايما بتتأثر بموضوع ان بيبقى فيه مشكلة في الخصوبة، ضعف القدرة الانجابية على مختلف الموضوع. عندنا 10% من الناس ممكن يهربوا من موضوع الدوالي، يتجوزوا ويخلفوا ومحدش يعرف انهم عندهم دوالي خالص، الا بعد سن كبير المريض جاي عشان مشكلة في الانتصاب، نبص اللي عنده دوالي كبيرة قوي نسأله يقول لك انا معايا 5-6 عيال ما عنديش مشكلة. فدي نسبة فعلا بتحصل عشان ما حدش يقول لا ده فلان كان عنده دوالي وخلف. دي بيحصلوا فعلا، بس دول 10%. نيجي لل 60% التانيين، 60% التانيين بيبقى عندنا تأخر أولي في الإنجاب، يعني الحمل ما بيحصلش من أول الجواز. 20% ممكن يحصل حمل
ونخلف مرة بس نيجي بعد كده الموضوع يتأخر. فما يجي المريض يقولك أصلا خلفت قبل كده، أوكي ما فيش مشكلة، أنت خلفت بس كان في دوالي تأثيرها تدريجي وصلت لمرحلة أن هي نزلت معدلات السائل المنوي للمعدل اللي بقى فيه صعوبة في حدوث الحمل. 20% تانيين ممكن يحصل حمل ضعيف والحمل ده ينزل في 3 شهور، ودي معلومة مهمة جدا عشان كل الناس متوقعة ان الست طالما حملت يبقى الراجل ملوش دعوة بالموضوع نهائي. الكلام ده مش مظبوط، لا احنا عندنا سبب مهم جدا اللي هو دوال الخسيتين دايما بتعمل حاجة اسمها ضعف في المادة الوراثية للحيوان المنوي او بيسموها تكسير الدي ان ايه. تكسير الدي ان ايه بيخلي الحمض النووي بتاع الحيوان ضعيف، الحيوان يلقح البويضة والحمل يتم والاختبار يطلع عالي، ونبص نلاقي شهر شهرين الجنين كبر وفجأة توقف مفيش نبض ونزل الحمل. ايه اللي حصل؟ ده حمل ضعيف نتيجة لحيوان منوي يحمل جينات وراثية ضعيفة أدى إلى جنين ضعيف، فده بيحصل. فدول نسبة برضو، كل الناس دول مع اختلاف درجاتهم بيبقى عندهم دوالي، إيه اللي بيخلف مرة وما بيخلفش، إيه اللي بيتأخر في الأول، اللي بيحصل حمله بينزل، والنسبة الصغيرين اللي ممكن يعدوا ويخلفوا مرة أو مرتين. فالدوالي لها تأثيرات مختلفة ومتشابكة. إيه بقى الجراحة الميكروسكوبية، هذه الطفرة الكبيرة في عالم الدوالي؟ موضوع العلاج بتاع الدوالي من زمان مر بمراحل مختلفة، والمراحل دي اللي يحكم دايما العمليات دي ناجحة ولا لا اللي هو التغير في معدلات السائل المنوي. تمام، فدايما الأبحاث يعني تركزت كلها ان احنا نشوف العمليات اللي هي بتدينا نتائج احسن في السائل المنوي، لان بالضبط زي ما احنا بنقول 80% من اللي بيعملوا دوالي بيعملوا عشان موضوع الحمل. نادرا ان احنا نلاقي 10% من الشباب يحصل عندهم ألم في الخصية ويضطروا ان هم يعملوا العملية دي قبل الجواز عشان ان هي بتعمل لهم ألم، لكن في الغالب الدوالي ما بتعملش ألم. برضو دي معلومة مهمة عشان المرض يقول لك لا انا ما عنديش ألم ولا حاجة، 80% ما فيش ألم، 20% بس ممكن يبقى ألم مع الدرجات المتقدمة من الدوالي. فاللي خلانا نقول العملية دي احسن او العملية دي اللي هو ان احنا بدأنا نشوف التحليل بتاع المريض ده بعد 3 شهور من العملية، بعد 6 شهور، بعد فترة اتحسن ولا لا. بدأنا بالجراحات العادية مع اختلاف مستوياتها، زمان كانت العملية بتتعمل في الخصية، الموضوع ده بقى ليه مضاعفات ودايما بيحصل مشاكل لان المكان ده صعب ودايما بيحصل تورم في الخصية بشكل كبير، تجمع دموي، حاجات كتير. بدأنا نطلع فوق ان احنا نربط الأوردة دي فوق في البطن على مستوى عالي من البطن، لقينا ان الدوالي بترجع تاني لان انا بسيب مكان ليها تحت في تشعب للأوردة فما وصلهوش فبالتالي بترجع تاني، فبرضو دي عيب في العملية. تمام، لينا الجراحات اللي هي في المنطقة أو القناة الإرابية هي أحسن جراحات، بتقلل فرص الرجوع وبتبعد عن مضاعفات الخصية وبتدي أحسن تحسن في السائل المنوي. بدأنا يعني الموضوع يخش طب ما نعمل جراحات منظار ومناظير جراحية. المناظير الجراحية في الدوالي مش كل جديد في الطب يأتي بنتيجة أفضل للأسف، لقينا نسبة رجوع الدوالي في المناظير الجراحية بتوصل لحوالي 20%، طبعا نسبة كبيرة قوي. بس ميزة المنظار الجراحي ان انا بعمل جرح صغير، لكن ايه الفايدة؟ جرح صغير والعملية ترجع. طب ما انا بعمل دلوقتي الجراحة بجرح صغير خلاص يبقى ما فيش مشكلة. تمام، بدأنا بقى نشوف طب ما نفكر ان بعض العمليات اللي كانت بتتعمل الدوالي ممكن يتربط فيها الشرايين اللي بتغذي الخصية، ده خطر كتير. فدي بتضعف كفاءة الخصية. بصوا الخصية التحليل بدل ما بيزيد بيقل، والخصية بدأ حجمها يضعف او يقل. فعشان نتجنب الموضوع ده الجديد ان احنا نستخدم مايكروسكوب جراحي ان انا اكبر بيه واشوف الشعيرات دي بحيث اتجنب ان انا اربط الشريان اللي بيغذي الخصية، ابعده عني في الفيلد خالص وابدا اخد الاوردة واربط الاوردة، وبالتالي نتجنب ان احنا نربط الشريان ده. الميكروسكوب الجراحي حقق نتائج كويسة جدا وفي السنوات الاخيرة وادانا نتائج في تغير معدلات السائل المنوي بشكل كويس جدا، عشان كده يعني يمكن احنا وصلنا لاحسن نتائج في جراحات الدوالي للميكروسكوب الجراحي. طبعا المونيتور زي ما احنا شايفين بالظبط زي بيوريني، يعني انت بتبقى حضرتك شايف المكبر بالزبط. جدا بالظبط بنشوف الاوردة قدامنا على مونيتور ونقدر ناخد الاوردة اللي هي فيها دوالي نربطها وريد وريد ونشوف الشريان اللي هو فيه بالسيشن او فيه نبض اللي هو بيغذي الخصية، ابعده عني واربط الاوردة
وبقلل كده مضاعفات العمليه بشكل كبير جدا. هل تصلح الجراحه الميكروسكوبيه كل حالات الدوالي؟ ده سؤال علمي اكتر منه. كل حالات الدوالي تصلح للجراحه الميكروسكوبيه. الجراحه الميكروسكوبيه ما هي الا وسيله بتديني نتائج في العمليه. فطالما هعمل دوالي يبقى اقدر استخدم ميكروسكوب. عمليه جراحيه تحتاج الى ترتيبات، تحتاج الى بريباريشن، اعتقد من العمليات اللي مش امرجنسي، فالترتيبات فيها تلعب دور مهم. مهم جدا. ترتيبات عمليه الدوالي دي مهمه جدا، بمعنى ان انا مش كل عند مريض عنده دوالي هعمل له عمليه. يعني انا لو هقسم المرضى اللي عندهم دوالي هحطهم في ثلاث مجموعات. المجموعه الاولانيه اللي هي ان انا لازم اعمل دوالي وبسرعه وما استناش. المجموعه الثانيه اللي هم المرضى اللي عندهم دوالي ضعيفه او متوسطه، في ضعف بسيط في معدلات السائل المنوي مش كبيره، والحمل متاخر مش فتره طويله، فده ممكن اديله فرصه واستنى عليه فتره بدل ما اعمل عمليه الدوالي. 6 شهور 3 شهور فتره، لا الدنيا ما اتظبطتش هعمل الدوالي. المجموعه الثالثه اللي انا مش هروح اعمل لهم دوالي خالص ولا ليها اي قيمه، بالعكس انا هعمل لهم مضاعفات بالعمليه دي، ان هم الناس عندهم مشاكل في الكروموزومات، مشاكل في الجينات، الخصيه ضعيفه وحجمها صغير وفيها ضمور، وتقريبا انتاجها من الحيوانات المنويه ضعيف جدا او يكاد يكون معدوم. المريض ممكن يبقى ازوسبرميا، مفيش حيوانات منويه، قد يكون في بعض الحيوانات، فدول مش هيستفادوا من الدوالي لسبب انا عندي مشكله ثانيه خالص اكبر من الدوالي. فلازم مجهودي وتكلفتي الماديه اوجهها ان انا اعالج المشكله دي، ولو ما عرفتش يبقى المريض هيستفاد اكتر انه يعمل حقن مجهري، فالعمليه مش هتديله اي فايده. الدوالي ما هي كومبليكيشن بتاعتها اذا تركت على المستوى الطبي بقى؟ الدوالي يعني يمكن اكتر كومبليكيشن ليها ان هي بتقلل الخطوره الانجابيه بشكل كبير جدا. يعني احنا ممكن معدلات السائل المنوي اللي بيحتوي على 15 او 20 مليون حيوان منوي، اذا تركت الدوالي ممكن دول ينزلوا ل 5 2 3 مليون او احيانا ينعدموا تماما. ده اهم مشكله. المشكله الثانيه زي ما حضرتك ذكرت ان الخصيه بتطلع، زي ما بتطلع حيوانات منويه بتطلع هرمون ذكور. لو انا عندي دوالي كبيره وفضلت فتره ضغط على الخصيه بالتاكيد هرمون الذكور هيقل، وهرمون الذكور الموضوع هيطلع بره حيز القدره الانجابيه، هيخش في حيز القدره الجنسيه والرغبه الجنسيه، فهتبدا برضو الحاجات دي كلها تقل او تضعف. دول اكتر مشكلتين مهمين جدا مرتبطين بالدوالي. هل اذا الدوالي قد تصل الى مرحله انها تؤدي الى عقمه في الرجل؟ بالتاكيد. الدوالي لو سبناها بشكل كبير، وكانت الدوالي متقدمه، كتير قوي من المرضى اللي وصلوا الارقام من السائل المنوي بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه ان هي الدوالي، حتى بعض الناس ان هم بيبقى عندهم دوالي احيانا يفكروا انهم يعملوا حقن مجهري. اقول لك انا بدل ما اعمل عمليه دوالي لا انا هعمل حقن مجهري. الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لأن احنا لسه قايلين إن الدوالي بتأثر على المادة الوراثية في الحيوان المنوي، فما ياخد الحيوان المنوي ده وازرعه في البويضة في الحقن المجهري، أنا خدت حيوان ضعيف وكونت جنين ضعيف، صرفت عليه فلوس في الحقن المجهري. أحط الجنين ده في الرحم بتاع الزوجة، الجنين هيبقى كويس شكلا وهيكمل أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين وفي الآخر هينزل، فده طبعا هي نفس المشكلة. الدوالي أمر مخيف للرجل، أمر مخيف للصحة الإنجابية، علامة مهمة جدا من علامات الإعاقة في القدرة الإنجابية، وهناك الكثير من الأمور تدور حول الدوالي. أظن البعض مثلا من الخرافات أنه هناك علاقة وثيقة بين الدوالي ومشاهدة الأفلام الإباحية. مشاهدة الأفلام الإباحية تؤثر على القدرة الجنسية وتؤثر على القدرة العقلية ولها أثار جانبية كثيرة، لكن ليس هناك علاقة علمية ما بين هذه الكارثة وبين الدوالي. الدوالي مرض جراحي، مرض جيني جراحي، يعني مرض عيوب، عيب موجود في الصمامات، ما فيش علاقة بين ده وده، لكن ده لا ينفي أن هذه الرذيلة لها أثار جانبية مدمرة للغاية، متمثلة في عدم القدرة على الأداء الطبيعي، متمثلة في أمراض نفسية، متمثلة في مشاكل كثيرة جدا بخلاف الذنب المرتكب. هذا الحوار مهم للغايه، واكيد ضيف يعني وجود ضيف العزيز
اعطى الاهميه الكبرى لمثل هذه الموضوعات العلميه. انت نورتنا دكتور عماد دي، وسعيد جدا بهذه الزياره الرائعه. شكرا. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره والامراض التناسليه، الاستاذ بكليه الطب جامعه اسيوط، استشاري امراض الذكوره وتاخر الانجاب، وطبعا الاسم الكبير في هذا المجال كان ضيفي في الناس الحلوه. خليكم دايما معانا مع الناس الحلوه. شخص جميل بكل المقاييس، 93 سنه. ماشي. انا حتى افتكرت نفسي مش عارفه اقرا، يعني وانا ببص على الايج مش عارفه اقرا انتوا كاتبين غلط ولا ايه. 93 جاي يعمل تجميل. يا جماعه الاحساس ما بيرتبطش بسن طبعا اطلاقا. دي من البيشنتس او من الكلاينتس الهاي ديماندز، اللي هو ايه، انا عايزه اطلع ما عنديش بروز، ما عنديش لون مختلف، ما عنديش مشكله في خط اللثه، ما عنديش اي حاجه، عايزه اطلع 10 من 10. بيرفكشنستك يعني ناشده للكمال، عجامي بيرفكت، بقت عامله زي بلوكات الطوب اللي جنب بعضها، ففقد الشكل الطبيعي. عالم سحر. انا قعدت سنين على ما وصلت ان لا، انا هعمل اشعه مقطعيه وانا بخلع ضرس العقل عشان انا مش عايزه مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش ابدا ان مريض السكر مش هيزرع. المشكله بتقابلني في التقويم ان بيجي لي العيان اوريدي مركب الجهاز، الحاله متشخصه غلط، ويقول لي صلحي. العالم في تقدم كبير جدا في العيادة الاسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس يقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراب وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الضرس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه، عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي، ملوش اي علاقه. والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقه دخلت بالسعال ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. ايه لازم اروح طبعا عشان اهتم بيها يعني وكده. على طول اول ما احس بالام اروح له على طول. لا بستنى لما يبقى في وجع شديد يعني. اكيد لازم اروح للدكتور عشان اعرف بعد كده اكل اعرف اعمل اي حاجه. لا مش هروح للدكتور، لا عشان ما تحصلش مضاعفات بعد كده لا انا بروح لدكتور الاسنان عادي. لا الاسنان لازم نروح للدكتور على طول. لا هاخد مسكنات الاول واغسله، لو كده لو نفع يعني وتعالج ماشي، لو ما تعالجش اروح للدكتور عشان ما يأثرش وما يأذيش ضروس جنبه. لا ضرس وجعنا كده هخلعه يعني، اروح للدكتور اي حاجه يعني. السنان بالذات من الحاجات اللي ما ينفعش فيها غير انها اروح لدكتور يعني. ممكن نغسلها، ممكن ناخد مسكن، ممكن اي علاج، دي اخر حاجه بعد كده بنفكر فيها احنا نروح لدكتور لما نتعب خالص. والله لو هاخد مسكن هاخد مسكن حاجه مؤقته بس، لكن اساسي ان انا لازم اروح للدكتور يعني. فعلا بيعمل مشكله، بس دكاتره الاسنان دايما وقتهم طويل قوي، ودي حاجه بتاثر على الواحد لما بيروح عندهم فعلا يعني. ما بيروحوش على طول يعني، بيستنوا شويه بقى لحد ما الالم يوجعهم قوي. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم في عالم الاسنان مع ضيفتي العزيزه المبدعه. خلينا اقول لكم ان احنا بندمر سناننا. طب عملوا تجربه لطيفه جدا جدا في طب الاسنان، وجابوا سنان حطوها في المشروبات الغازيه، اتاكلت المشروبات، السنانه اتاكلت من المشروبات الغازيه. التجربه دي مهمه جدا، هي طويله، ما اعرفش يعني لو هتختصروها بقى اختصروها، لان انا يعني عايز اوصل للناس بس المعلومه. السنه تلاشت، المشروبات الغازيه اللي حضرتك بتشربها عمال على بطال دي مخيفة جدا وممكن تدمر سنانك وتعمل اهي. بص السنة راحت يا باشا، السنة بعد ما كانت سنة عظيمة جدا. طبعا هي مش فايبل بره الجسم صحيح،
والتجربة مش دقيقة قوي لأن الفيابيليتي أكيد هتأثر على عمر السنة وتعرضها لعامل التعرية، لكن داخل ما ينكرليش أو ما ينكرش إن عوامل تأثر السنان بمشروبات الغازية عوامل مخيفة للغاية. في أخطاء وحركات إحنا بنعملها غلط كثيرة قوي، يعني مثلا أكل السكريات. كلنا للأسف بناكل سكريات بتضر سناننا، حلويات، الكحول اللي الناس بقى مش كويسة اللي ما بحبهمش خالص بيشربوا كحول، دول مش بحبهمش يعني بكرههم، لا ما بحبش تصرفهم يعني، يعني احنا منهيين ان احنا نكره حد، لكن انا بقول لك لا ما بحبش ان انت تبقى كده، فسح يا اخي واخرج واتبسط واضحك وعيش، او مين قال لك الكحول ده بيضحك يعني، حاجة هبلة. برضه الناس اللي ما بحبش تصرفهم التدخين، يا اخي ارجوك ما تدخنش، السنان بتتأثر بالتدخين بشكل كبير جدا، الكز على السنان دي حاجه ما نقدرش بقى يعني بيني وبينكم نقول للناس يعني صعب على فكره ان يعني الناس اللي تيجي دي عمليه صعبه جدا، الكز على السنان بيدمر السنان، بس هنيجي نقول لك ما تكزش على سنانك، بتتغاظ حاجه بتغيظ يعني طول اليوم الواحد بيتغاظ. برضو ان انت في عاده غريبه جدا اللي هي شرب العصائر الكثير زياده على اللزوم وقطم الضوافر، ده مضر للسنان وده مضر للسنان. في ناس كتير قوي مثلا من ضمن الناس كانت بتكز على اسنانها على فكره وعثرت على اسنانها كتير بس عدلتها، يعني ديمي مور كانت من الممثلات اللي شوفوا بص ديمي مور دلوقتي اسنانها عامله ازاي، ديمي مور ما كانتش اسنانها كده، لا ما كانتش اسنانها كده خالص، اسنانها كانت عامله ازاي بقى وروني اسنانها، ده كانت مش معقول دي كانت اسنانها دي ولا كان فيلم ده ولا ايه، معقوله ماشي، بس ديمي مور كانت اسنانها وحشه فعلا من زمان لو فاكرين بقى الافلام القديمه، يعني سنانها دلوقتي اعتقد افضل كتير جدا يعني، لانه طب الاسنان طب متقدم للغايه على فكره، كل نجوم السينما العالميه بلا استثناء عاملين سنان، بلا استثناء ما شفتش نجم من نجوم السينما العالميه الا عامل سنان، ومميزين قوي معظمهم 90% منهم عاملينها صح او 95 عاملينها من ناحيه اللون صح، مفيش اوفر ابيض قوي في مصر لسه بعتقد، بس بدأوا يفهموا الناس، بدأوا يفهموا ان انا ما اعملش اوفر ابيض قوي، اعملها مناسبه للون بشرتي. زي ما قلت لكم النهارده يوم ممتع للغايه وقصص ومواويل اسنان حلوه، مواويل دي مع ضيفتي العزيزه التي تبدع دائما باسلوبها الراقي الجميل وتمتعني وبالباشن بتاعها الحماس الطبي بتبهرني الحقيقه، يعني حماس بيبقى جامد جدا وخوف على مصلحة المريض بكل كلمة بكل سطر بكل قصة. النهاردة ضيفة العزيزة الاسم المتميز للغاية الأستاذ الدكتورة إسراء السعيد استشاري جراحة الفم والأسنان بكلية الطب، وصاحبة ماجستير جراحة الفم والأسنان بكلية الطب بجامعة القاهرة، ماجستير جراحة الفم والأسنان، وصاحبة الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا وعضو الجمعية الأمريكية لجراحات الاسنان الاسم المتميز للغايه. اهلا بيك. اهلا بيك دكتور ايمن، منورني. ربنا يخليك ده نورك. نجوم السينما كلهم بيعملوا اسنانهم؟ طبعا. ما ينفعش نجم يطلع يقابل الناس او الناس بتبقى شايفاه ان دوت قدوه وحاجه جميله هيطلع باسنان مكسره، انا مش عارف ازاي ديمي مور كانت ماشيه بسنه يعني مفقود، اعتقد ان هو فيلم، اعتقد ان دي لقطه في فيلم، اعتقد برضو لقطه في فيلم، مش منطقي انها يعني صعب، يعني دايما الناس الفنانين بيبقى احساسهم مرهف قوي، صعب انها تكون سابت نفسها كده يعني، انا بقى اتوقع يعني. لكن اي فنان او العبقري بمناسبه الفن يعني محمود حميده، بس ده عبقري يعني، ده ستايل، ده دماغ تانيه خالص، فقد سنتين او بين اربعه، انا مش متاكد من عدد السنين، أربعة، خلعهم بإرادته الأماميين، كان بيعمل فيلم اسمه جنة الشياطين وكان في دور في جنة الشياطين، الفيلم الدور ده كان صامت لواحد ميت يخلع سنانه؟ وهو كان طبعا يعني القصة يعني قصة يعني يعني قصة مهمة جدا جدا في انتقال الإنسان من حياة روتينية محددة إلى حياة مطلقة الحرية، يعني سينما مختلفة يعني. سينما مختلفة، وعمل وطبعا زرع السنان بعد كده، بس لا ده يعني حب الفن حاجة طبعا دايما اللي عندهم الإحساس المرهف والحاجة الفنية دول بيدوا كتير قوي علشان يخلوا الدور فعلا
واقعي. بس ثقه كمان في طب الاسنان انه ما هيرجعوا انه هيعرف يرجع زيه هيرجعوا له الاسنان قريبه من الطبيعي. قولي لي كنت عايز تقولي ايه الفن دلوقتي؟ لا الفنانين عموما لما بيكونوا او اي شخصيه بتقابل المجتمع بتبقى عايزه تظهر في احسن صوره فلازم هيكون عامل اسنانه لازم هيكون عامل اسنانه مش ممكن هيبقى ماشي بسنه مكسره واسنان غامقه وي 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 لان الناس ديت فاهمه كويس قوي المعتقد الرئيسي ان انت الفيرست امبريشن لاست دايما الناس لما بتشوفك هو دوت اكتر حاجه بتعلق في ذاكره اللي قدامك ودايما الشكل اللائق المتوازن بتفرق كتير في ثقتك بنفسك وفي قبول الاخرين ليك حقيقي بتفرق كتير يعني فلازم يكون عاملين سنانهم طبعا منطقي. قبل ما ندخل في الحالات قسمي لي كده الناس يعني تقسيمه عامه في رايك اللي بيجوا كلاينتس الكلاينتس او تجميل الاسنان بالذات تجميل الاسنان يا اما حد جاي مصر جدا 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 ان هو يعمل اسنانه بس اتاخر شويه والدنيا ما بقتش مظبوطه معاه وفي سكر وداخل معانا شويه عوائق يا اما حد جاي يعمل تقويم سوري جاي يعمل تجميل للاسنان بس هو عايز يطلع كوبي من شخص معين ودوت مش منطقي لازم الانسان يطلع هو ما ينفعش اطلعه واحد تاني يا اما ناس بقى مش مهتمه خالص ولا مهتمه وجايين مجامله لحد حد جابهم بقى يعني دايما تلاقي ايه واحده مامتها جايباها واحده جوزها جايبها اللي هي ايه طب اعملي اللي انت عايزاه وخلصينا يعني لو ايه هي مش مقتنعه بالموضوع بس يلا ادم دوت اللي هيرضي جوزي او هيرضي بتاع اعملي لي وخلاص انا مكسوفه مش عارفه اقعد مع احفادي اعملي لي تجميل يعني المهم ان انا بقى عارف اقعد مع احفادي عارف ان انا اقابل الناس رغم ان بيبقى سنهم يعني مش كبير بس يعني فكره التجميل ما تصورش انها تبقى طالعه منهم يعني انا هقول لك مثلا على حاجه ما اعتقدش ان في اي حد عملها قبلي في التاريخ شخص جميل بكل المقاييس 93 سنه انا حتى افتكرت نفسي مش عارفه اقرا يعني وانا ببص على الايدج مش عارفه انا انتوا كاتبين غلط ولا ايه 93 جاي يعمل تجميل يا جماعه الاحساس ما بيرتبطش بسن طبعا اطلاقا ال- 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 الحد اللي عايز يكون جميل وعايز يعيش مبسوط وفعلا looking for happiness فعلا ما فيش حاجه اسمها سن في الموضوع ده فعلا وما فيش حاجه اسمها ست وراجل يعني البيشنت دوت على فكره من الناس اللي انا يعني حبيته جدا 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 لان انا اتمنى ان انا لما طبعا اكيد مش هجيب السن ده بس لو جبت السن ده اتمنى اكون بالفكر دوت ربنا يبارك له يا رب في عمره يا رب. واحنا بنتكلم النهارده على الحالات وعلى القصه اللي هتحكيها لي برضو تكلمين على الديماند بتاع البيش الاحتياجات بتاع البيش المتطلبات في ناس هاي ديماند في ناس ميديوم ديماند في ناس لو ديماند بالظبط زي ما انت عايزه قولي لي واحكي لي. بص هو عاده الناس بتكون عايزه احسن حاجه على الاطلاق والاهم من ده كله ان اللي يشوفها يقول لها الله انت جميله دي اكتر حاجه العيان بيكون عايزها لكن ميديوم ولو ديمانس ما اعتقدش ان هي بتجيلي لان انا دايما اللي بيجولي بيبقى الديمانس بتاعتهم عاليه قوي يعني بنقدر نترجمها سقف طموحهم عالي ما بيجيليش الناس اللي هو اعملي لي وخلاص لا الناس بتبقى عايزه البرفكشن عايزه ان هي تعمل عندي اللي لو راحت امريكا هتعمل نفس المستوى ده فما عنديش الميديوم واللو ديمانس حقيقي بس الناس ديت انا بحاول دايما ان انا اتكلم معاهم او بقعد حد معاهم من الستاف بتاعي يشرح لهم كل التفاصيل كل الخطوات كل حاجه هتحصل علشان دائما وابدا الناس اللي بتبقى هاي ديمانس بيكونوا عايزين يعرفوا كل التفاصيل مش بيبقى حتى الانتي بايوتكس او المضادات الحيويه اللي هياخدوها بعد الشغل كل حاجه ما بيحبوش اي حاجه تبقى مزد فدي عاده الكاتيجوري اللي انا بتعامل معاه اول واحد واول قصه لواحد مش عارف ليه حاسس انه لازم يكون اسمه ممتاز اسمه كده استاذ ممتاز استاذ ممتاز ده في ناس كده الكلام الناس بيفرق استاذ ممتاز بتاع كلام الناس أيوه. اوكي قال لك انا عملت تجميل سناني لكن سناني مش طبيعي مش طبيعي Okay. ايوه هي دي الناس الهاي ديماندز كل واحد يسالني انت عملت ايه في اسنانك ده اجنبي كده كده اجنبي ادام الناس سالت عملت ايه في اسنانك دي في حد ذاتها حاجه مش حلوه ايه الحل بقى ارجع لاسناني الطبيعيه تاني ولا لا الاول عايز اعرف هو كان ايه وبقى ايه لان دي تفرق كتير يعني دايما
اول ما بيجي حد يقول لي انا عايز اعمل فينيرز او انا عايز اعمل فينيرز او كده اقول له انت عايز توصل لايه وانا اوصلك. ده سؤال دائما وابدا بقوله في التجميل. ليه؟ بيفرق معايا كتير. والعيان غالبا بينسى يقول كل الداتا. يعني ممكن تلاقي حد مثلا عايزه تعمل فينيرز او تجميل في الاسنان الاماميه عشان عندها بروز بسيط في الاسنان، مش عايزه تعمل تقويم. لازم اسالها عايزه توصلي لايه، عايز تشوف نفسك ازاي علشان انا اعرف اوصله. فلو هو بيتكلم او هي بتتكلم في تجميل علشان ادخل البروز، دي ليه بلان تانية، بلان غير ان انا اقول يلا اقعد حط فينيرز باي باي خلصنا. لا، في ناس تيجي تقول انا عايزه كل حاجه as it is بس عايزه افتح لون اسناني، دي قصه تانية. في ناس تيجي تقول لا انا عايزه اعمل تجميل بقى، عايزه افرد السنان وعايزه اظبط السنان تبقى طول بعضها ومش عايزه سنه مش قد الثانيه وعايزه وعايزه وعايزه، لا دي خط ثالث. واخد بالك؟ يعني مثلا الحاله دي مدام لطيفه جدا، دي عندها مشكله في تكوين الاسنان. لو تاخد بالك حضرتك كل الاسنان فيها باتشز بيضة كده وفيها ضعف في التكوين واضح جدا جدا. راحت لدكتور تفكيره ادى يعني بيه ان هو هيعمل حشوات للاسنان يغطي بيها السيرفس الخارجي بتاع الثلاث سنات الاماميه. اشمعنى ثلاثه؟ مش عارفه هو حب يعمل كده او دول اكتر حاجه كانت واضح فيها الباتشز مثلا، ده اللي هو عمله. فادى اللون الى ان الثلاثه دولت يكونوا غامقين وشكلهم حقيقي مش حلو، بالعكس يعني احنا لو كنا سيبنا اسنانها مبطشة كان هيبقى احلى. الحالة دي عملنا لها ايه؟ طبعا ده الفاينل بتاعها. الحالة دي كل السنان اتعملت فينيرز كلها، زبطنا خط اللسة لان السنان كانت استنتد وقصيرة، عملنا تظبيط في لون اللسة نفسه، عدلنا فيه شوية علشان نوصل للنتيجة دي. دي من البيشنتس او من الكلاينتس الهاي ديمانس، اللي هو ايه؟ انا عايز اطلع ما عنديش بروز، ما عنديش لون مختلف، ما عنديش مشكله في خط اللثه، ما عنديش اي حاجه، عايزه اطلع 10 من 10 بيرفكشنستيك. بيرفكشنستيك يعني ناشده للكمال، حاجه من بيرفكت. الناس اللي بتحب البيرفكشن ده بتكون شغال معاهم وانت عمال تفكر في كل الاتجاهات عشان ما فيش اي حاجه تعدي. لان الناس دولت بيبقوا بيلاحظوا كل التفاصيل. ماشي، بس هي جايه عشان تاخد النتيجه اللي هي عايزاها. الطب شيء رائع طبعا، لانها عايزه توصل لنتيجه وهي جايه من اخر الدنيا وجايه سفر، اكيد مش جايه عشان تاخد الشغل كان ممكن تعمله في المحافظه اللي هي فيها. هي عايزه تعمل حاجه كانها سافرت بره وعملتها. فالحاله ديت من الحالات اللي خدت شغل وتفكير. عشان كده استاذ ممتاز وهو بيحكي قصته كان ايه وبقى ايه، عشان انا اقول له دي ايه اللي حصل، ليه هو فقد الناتشرال ابييرنس، ليه فقدها. اكيد عنده بروز واتحطت الفينيرز فوق البروز فبقه طالع لقدام، بقى المنظر مبالغ فيه، مش عارف يقول انا فيا ايه. او كان عنده فرق في الاسنان كبير قوي ما ينفعش يتقفل بفينيرز، فالحد اللي اشتغله قفله قوي فبقت حجم السنان بقت عامله زي بلوكات الطوب اللي جنب بعضها، ففقد الشكل الطبيعي. ما فيش حد اسنانه بتبقى بلوكات 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 كده جنب بعضها. فعشان يفقد الطبيعيه في الاسنان اكيد كان في حاجه ميس دايجنوزس ما تشخصتش صح فادت المنظر الغير طبيعي. التاني، الحاله الثانيه بقى، حاجه عطيه. اقول لك ايه، عايز اقول للابله دكتوره فانا خسرت 4 سنان فوق وتحت، وتكلفه الزراعه غاليه خالص، غاليه على اولى. اركب تركيبات ثابته ولا متحركه؟ طيب احنا بنقول الحاجه عطيه مبدئيا، الزراعه مش غاليه. انا مش علولة. عارفه على اولى، انا مش عارفه يعني على اولى، بس ماشي على اولى. على اولى دي يعني اذا تقرب فروم الشرقيه. هنعرف الشرقية مشهورين بحاجات تانية بس مش دي. فرخة ليها وراك؟ لا أيوة، مش لها وراك، مش لها وراك، مش وراك، وراك. لا أنا مش، أنا دي ترند خلاص، دي ترند خلاص. لا في ناس أصل بتوع الزقازيق ما بينطقوش اللهجة دي كده،
اللي بينطقوا بقى كوبريه فاقوس دول اللي بينطقوا اللهجه صح. يعني انا عندي الستاف بتاعي معظمه زقازيق فانا مش عارفه ليه غالبا انا بنقيهم زقازيق قولي. اعظم شعوب العالم. هم فعلا كلهم شطار وكلهم مؤدبين وبيسمعوا الكلام، هم محترمين جدا. الشرقاوه مميزين بس هم مزيج الصعايده مع القاهريين، يعني هو اللي واقف في النص فعلا. لا نص ومين بقى اللي بيدافع مين اللي بيدافع؟ دكتور ايمن. لا انا اتعاملت فعلا مع شرقاويين كتير، بس فعلا يعني اتعاملت بكام على اللي عندي، الستاف اللي عندي حقيقي اكستريملي ديسنت، مؤدبين جدا بيسمعوا الكلام في حالهم. اجمل حاجه في الكون. لا وبعدين صاحبه ومخلص حقيقي جدعان قوي. وعلى فكره ممكن يبقى الباقيين يعني باقي المحافظات حلوين برضه، بس انا صدفه جدا. بس احنا معظم اللي اتعاملت معاهم والصعيد ده بنتنافس في الكرم. والله الكرم طبعا ما شاء الله. انا عندي برضه فعلا كرم قوي محترمين جدا فعلا والله. مش عشان هم الاستاف بتاعي، بس هم فعلا كويسين فعلا. يعني هم لو مش كويسين ما كانوش كملوا معايا اساسا. لا طبعا. لا مش هسكت لهم. فكنت بقول لك ايه، مبدئيا انا ما بحبش مبدا ان انا ابعد عن الزراعه. ليه؟ دايما انا بميل، ودي فعلا مشكله عندي، دايما بميل للنيتشر. اي حاجه ناتشرال زي ما ربنا خلقها بملها جدا جدا، مش بحب اي حاجه غير عاديه. الزراعه مش غاليه، بس في الناس عندها معتقد ده اللي مغلي الزراعه. انت مثلا بيسال الدكتور الزرعه بكام، يقول له الزرعه باكس، فيقوم ضارب الاكس في عدد الاسنان المخلوعه. غلط. مين اللي قال كده؟ يعني انا اكتر من مره بتسال، يعني انا دلوقتي خلع كل سنين يحط 32 زرعه؟ لا يا جماعه، ما حدش بيعمل كده، مفيش حاجه اسمها كده. دايما تلاقي مثلا على صفحه الفيسبوك، طب انا عندي 6 مخلوعين هحط 6؟ برده لا، مفيش كده. بتفرق التقسيمه قدام غير ورا. قدام الحمل بتاعها ما حدش بياكل قدام، عاده بيبقى على قد القطم، فممكن الاربعه كلهم تحملهم على زرعتين. ورا لا، بتزود عدد الزرعات شويه عشان ورا في مضغ وماستيكيشن وفي حروب قائمه في الاسنان الخلفيه، فلازم بتزود عدد الزرعات. يعني ممكن مثلا تبقى خالع من اول الناب للاخر تحط 3 زرعات كفايه، مش هتحط كل العدد ده. فمبدا ان الزراعه غاليه، لا هي مش غاليه، هي الحاجه الادوم والاجود. فاحنا ممكن نعمل زرعتين بس في التركيب، هنحط الاربعه اكيد، مش هنحط له 2 ونسيب 2. ففكره غاليه ما ينفعش. نفس المبدا لما الواحد بيبقى تعبان يروح يشتري الدواء الكويس الغالي اللي يخففه، ولا يجيب الدواء الرخيص مش مهم يخف. نفس الطريقه دي لازم الناس تفكر بيها. لا، هروح اشتري الغالي اللي يخففني، مش هشتري الرخيص اللي مش هيفرق معايا في حاجه واكمل عيان. لازم الناس يبقى عندها الكونسبت بتاع لا اصرف شويه، ومش غالي على فكره. يعني الزرع تقريبا بتمن علاج الجذور والطربيش، يعني الطربوش وعلاج الجذور، ففين فين المشكله؟ لا هي مش غاليه، هي اللي بيغلي الزرع، عشان برضو يكون يعني frankly speaking، اللي بيغليها ان الناس بتسيب الدنيا قوي لحد لما بتبقى اتكلفت كتير. زي بالظبط اللي عنده بيته مطنشه بقاله 20 سنه، فيوم ما يقرر يظبط البيت هيلاقي النقاشه بايظه، النجاره بايظه، السباكه بايظه، يقول لك ايه يا عم ايه اللي فتح عليا ده كله، عشان حضرتك سايب الامور دي 20 30 سنه. بالظبط السنان كده، بتسيب الدنيا 20 30 سنه مكسره، تيجي بعد كده تظبطها تلاقي التكاليف عاليه لان الدنيا تدهورت. يعني لو الناس قبل ما تخلع فكرت تزرع، يتعمل مقطعيه، نخلع السنه، نحط الزرعه، شكرا خلاص كده. بعد فتره ما هتعلق عليها او هتحط عليها الويت بتاعها او الدرس بتاعها. لكن لما نسيب، لما العظم يتاكل، الجيب الانفي ينزل، العظم يكون فيري سوفت، اللثه اتاكلت، محتاجين كمان نرقع لثه، يجي المريض يقول لك لا الزراعه غاليه. لا يا فندم، مش الزراعه اللي غاليه، احنا اللي سيبنا الدنيا دي كلها. زي اللي بيعمل مثلا قطع غيار لعربيته، انت استنيت لما العجله بتاعت العربيه باظت والرادياتير باظ والمش عارفه ايه باظ وبتاع، تيجي تقول لك ده انا عملت صيانه للعربيه بقد كده. لا يا فندم، حضرتك لو كنت عملت كل حاجه في وقتها اكيد ما كنتش هتتكلف كل التكاليف دي. فدي سمعه بيطلعها دائما اللي بيتكلف كتير دائما وابدا. اللي صوته عالي هو اللي قابل مشاكل، لكن اللي الحاجه مشيت معاه ببساطه اكيد مش هيتكلم. يعني واحد دخل خلع سنه، حط زرعه، طلع من عندي بسنه، هيعلي صوته يقول ايه؟ مش هيقول حاجه. لكن اللي دخل مثلا يعمل زراعه وحاسس انها غاليه عنده، يقول لك يا ده زراعه طلعت غاليه، ده انا زعلان، ده انا متضايق، شوفوا لي بديل. لان اللي صوته عالي هو اللي قابل مشاكل، فهو اللي قابل مشاكل قابلها ليه؟ عشان هو ساب الامور لما تكبر.
لكن احنا لو عملنا كل حاجه يعني اكتر حاجه بدري اكيد مش هنقابل كل المشاكل دي. اللي جاي بقى ده شخصيته يعني ده عطوف يعني عاطف. واللي كان 30 سنه 30 سنه وعايز اعمل هوليود سمايل وانا اقلب الواد توم كروز ولا ايه؟ لا طبعا. قالوا لي اعمل اشعه مقطعيه. اشعه مقطعيه ليه؟ وانا هعمل ايه؟ هبني برج؟ ده هم شويه حركات. وعملوا لي ايه الاشعه المقطعيه دي بفلوس؟ قلت لهم لا، بقول لكم ايه، انا عطوفه، انا ما اضحكش علي. ده دمياط يا كده دمياطي. احنا لازم نتكلم في جسر الثقه بين المريض والدكتور. مفيش حاجه اسمها الحاجه ديت بتتعمل علشان استغلال او دي بفلوس او الدكتور عايز يستفيد مني او واتفر. ده يعني فئه اقل من القليل اللي ممكن يكون بيفكر ان هو يستغل المريض، وانا ما قابلتهمش. مفيش حاجه اسمها كده. الدكتور دايما بيمشي في اسلم الطرق اللي تخدم المريض وما تعملوش مشاكل. فكون ان الدكتور بتاعه طلب منه يعمل اشعه مقطعيه ده مش استغلال ولا اي حاجه. يا اما هو شايف ان لازم يبص على في عنده سنه مكسوره، سنه مش مظبوطه، عنده حاجه باين عليها ان هي لونها. انت مخير تطلب فيها اشعه او لا. ليه؟ لان السنان معظمها كويس. المريضه ديت جايه بس بتشتكي من فراغ في خط النص وعايزه تظبط الابتسامه بتاعتها، فالحاله دي داخله تعمل فينيرز واضحه وضوح الشمس. لما هتيجي تعمل لها فينيرز وما عندكش اي ايفيدنس ان في مشكله في السنه ممكن تشتغل من غير مقطعي. طيب لو انت حريص قوي ممكن تعمل مقطعي بس عشان تستبعد اي مشكله في موجوده في الاسنان. مش عيب، مش عيب الواحد يعمل اشعه ويطلع ان هو ما عندوش مشكله. لكن ايه اللي انت بتشوف عنده؟ حشوات عميقه زياده عن اللازم، سنه مكسوره، التهاب غير مبرر في اللسة، ورم، أي حاجة بتقوز يعني أي سائل لون مختلف موجود في البق من طالع من سنة معينة، لا هتعمل أشعة. بس دي بقى هتعملها 100%. ففي حالات أنت بتعتمد على خبرة الدكتور نعمل ولا ما نعملش. طبعا في الحالة دي عملنا لها فينيرز دايركت، استلبتها بسرعة جدا، قدرنا نقسم. والحالة دي على فكرة هي مش بسيطة. ليه؟ لأن خط النص ده كان كبير قوي، فإحنا وزعنا المسافات على الفينيرز، عملنا حوالي 6 عشان نعرض كل سنة جزء بسيط جدا عشان نقدر نوصل إن إحنا نقفل خط النص ويطلع طبيعي. قفل خط النص مش موضوع عادي، ممكن تقفله بس ممكن تقفله باتنين فينير ويطلع في الآخر المنظر مرعب. فمش كل واحد داخل عند دكتور الأسنان يبقى حاطط في دماغه كونسبت إن هو داخل يستغل أو إن الأشعة دي صرف زيادة أو إنها تكون داخلة فيه الفيز بتاع الكشف. غير منطقي، لان يعني انت قاعد قدام مكنه بملايين بتطلع نتائج في خلال نص دقيقه. اكيد ده موضوع انت تستحق ان انت تطمن على نفسك. ده فكره لازم الناس تبقى حطاها في دماغها، انت تستحق ان انت تطمن على نفسك. تطمن على نفسك دي حاجه مهمه. شخص جميل بكل المقاييس، 93 سنه. ماشي. انا حتى افتكرت نفسي مش عارفه اقرا يعني، وانا ببص على الايدج مش عارفه اقرا انتوا كاتبين غلط ولا ايه. 93 جاي يعمل تجميل. يا جماعه الاحساس ما بيرتبطش بسن طبعا اطلاقا. دي من البيشنتس او من الكلاينتس الهاي ديماندز، اللي هو ايه؟ انا عايزه اطلع ما عنديش بروز، ما عنديش لون مختلف، ما عنديش مشكله في خط اللسة، ما عنديش اي حاجه، عايزه اطلع 10 من 10. بيرفكشنستك يعني ناشده للكمال، عجام بيرفكت، بقت عامله زي بلوكات الطوب اللي جنب بعضها، ففقد الشكل الطبيعي. ما فيش حد اسنانه بتبقى بلوكات 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 كده جنب بعضها. فعشان يفقد الطبيعيه في الاسنان اكيد اكيد كان في حاجه ميس دايجنوزس ما تشخصتش صح، فادت المنظر الغير طبيعي. الحاله دي كل السنان اتعملت فينيرز كلها، ظبطنا خط اللسة لان السنان كانت ستانتد وقصيرة، عملنا تظبيط في لون اللسة نفسه، عدلنا فيه شوية علشان نوصل للنتيجة دي. الحاجة الادوم والاجود. فاحنا ممكن نعمل زرعتين بس في التركيب، هنحط الاربعة اكيد، مش هنحط له اتنين ونسيب اتنين. ففكرة غالية ما ينفعش. نفس المبدأ لما الواحد بيبقى تعبان يروح يشتري الدواء
الكويس الغالي اللي يخففه ولا يجيب الدواء الرخيص مش مهم يخف. نفس الطريقة دي لازم الناس تفكر بيها، لا هروح اشتري الغالي اللي يخففني مش هشتري الرخيص اللي مش هيفرق معايا في حاجة واكمل عيان. والله سنانهم بيرفكت، ونعمل أشعة مقطعية نلاقي كيس دهني قد كده، نلاقي مشاكل قد كده. لما المريض يقعد يفكر يقولك ده انا وقعت على اسناني وانا عندي 10 سنين بس ما كانش عندي مشكلة وانا عايش عادي، وكتير تلاقي عنده سيست والتجمعات ويقولك بس انا ما عنديش اي شكوى. فالولد دوت متأخر في التسنين، فراح للصيدلي قال له انا سنان ابني ما نزلتش، والولد عنده 9 سنين دلوقتي سنان مش بتاع مش لاقيها. قال له خلاص روح هات لي مشرط، روح اشتري لي مشرط وكيس قطن صغير وهشق لك على السنه وزي الفل. اي حد عنده اسنان مفقوده الحل الادوم والاليق هو الزراعه.